يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الأهلي في رمضان. في الحقيقة حلقة النهاردة من الحلقات المهمة جدا جدا، وإحنا محظوظين أنا وزميلي محمد سعيد إن إحنا دايما بيكون يوم حلقتنا في حدث مهم وبارز بيخص النادي الأهلي وبيخص جماهير النادي الأهلي. وفي الحقيقة كمان إن النهاردة يوم سعيد من الأيام السعيدة الكتير جدا على جمهور النادي الأهلي وما أكثرها. في الحقيقة النهاردة كان وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي الجديد، وخطوة هامة جدا نحو إنشاء هذا الاستاد اللي كان بيحلم بيه وبينتظره كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان على مدار سنوات عديدة وكثيرة جدا جدا جدا. في الحقيقة أنا النهاردة كنت حريص أشد الحرص على أني أكون موجود في الحدث الهام ده، وعجبني أكتر من أمر مهم جدا. وأهم الأمور دي هو توجيه الدعوة لكل أبناء النادي الأهلي، لكل لاعبي النادي الأهلي القدامى، سواء احنا عارفين ان في البعض ممكن يكون بيختلف في وجهات النظر، وده أمر طبيعي وموجود في كل حتة مع مجلس إدارة النادي الأهلي. لكن الحلو والجميل هنا ان مجلس إدارة النادي الأهلي كان حريص جدا ان هو يوجه الدعوة لكل أبنائه او كل أبناء النادي الأهلي، حتى من هم بيختلفون مع مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي. وده أكبر إثبات وترسيخ مهم جدا للكلمة اللي احنا متعودين عليها والشعار اللي احنا متعودين عليه دايما، إن النادي الأهلي فوق الجميع، الأهلي فوق الجميع، مش مجرد شعار لكن هو شيء ملموس وموجود على أرض الواقع. وأكبر دليل اللي احنا بنشوفه قدام حضراتكم ده بعض اللعيبة القدامى، بعض النجوم الكبار، بعض الشخصيات البارزة جدا اللي كانت موجودة في حدث مهم زي النهاردة. بالتالي هو يوم فعلا سعيد ويوم مهم جدا بالنسبة لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. والله يا محمد مساء الفل عليك. مساء الخير يا أمير، مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. يوم استثنائي وحدث استثنائي بالتأكيد النهاردة الأول من مايو عام 2021، حدث بالتأكيد مش بيهم فقط جماهير النادي الأهلي أو جماهير الكرة المصرية، لا ده جماهير الوطن العربي، لأن أقدم نادي في الوطن العربي وأكبر نادي شعبية هيملك استاد خلال الفترة القادمة. لحظة زي دي النهاردة بالتأكيد يا أمير ناس كتير بتتمنى أن هي تعيشها وتشوفها طبعا. واللحظة الأهم والأكبر إن شاء الله لما نعيشها خلال السنوات القادمة مع افتتاح استاد النادي الأهلي. لكن وضع حجر الأساس في يوم زي النهاردة، خدوا بالكم كمان من اختيار التوقيت واليوم، يوم النهاردة هو عيد العمال 1 مايو بالتأكيد تقديرا لكل عمال مصر، والمشروع بالتأكيد خلال الفترة القادمة هيدي مساحة أن كل الشباب وكل الناس تقدر تشتغل في هذا المشروع اللي بإذن الله هيكون إضافة كبيرة جدا للرياضة المصرية وللرياضة العربية وصرح رياضي كبير جدا. الأمر مش هيتمثل في استاد أو ملعب كرة قدم فقط، لا ده في كمان خطوات استثمارية طبعاً هيتم استغلالها بالتأكيد من خلال إقامة هذا المشروع داخل فرع النادي الأهلي في الشيخ زايد. هذا الموضوع تحديدا خلال السنوات الأخيرة يمكن أنا تعايشت في أمير في أكتر من جمعية عمومية وكنت دايما بشوف الجمعيات العمومية بتتكلم على المشروع الأكبر والحلم الأكبر، حلم إنشاء استاد النادي الأهلي طبعاً. وجمهور النادي الأهلي كان بيتمنى بفكرة أنه يكون عنده ملعب بيملكه ويكون خاص بالنادي الأهلي ويلعب فيه مبارياته المحلية ومبارياته الإفريقية، زي ما بنشوف ملعب سانتياغو برنابيو مع ريال مدريد، ملعب نادي برشلونة، توتنهام لسه مجدد ملعب أو لسه عامل ملعب جديد، أتلتيكو مدريد نقل لملعب جديد. الفرق الكبيرة الفرق العالمية للأهلي كان بيشارك ويلعب معاه في مباريات ودية بالتأكيد دايما عندها ملاعب كبيرة. فالحدث والحلم ده النهاردة كان حدث مهم جدا، لذلك الجمهور النهاردة فخور بهذا المشروع وبهذا الحلم إن شاء الله اللي خلاص بدأ يتحقق ويكون موجود على أرض الواقع. الشيء المميز كمان يا أمير واللي أنت ركزت عليه واتكلمت فيه حضور طبعا عدد من نجوم النادي الأهلي السابقين والقدامى، عدد من أعضاء مجلس الإدارة السابقين اللي أتيحت لهم الظروف أن يكونوا موجودين النهاردة ولبوا دعوة مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب للحضور اليوم. ده بيمثل نقطة مهمة جدا أن في النهاية إحنا كلنا تواصل أجيال بالزبط. حلم المشروع الاستاد على فكرة زي ما كنت بتعمل مقر في مدينة نصر ومقر في الشيخ زايد ومقر في التجمع الخامس، انت بتكمل لتواصل أجيال ومشروع أجيال كتيرة كانت بتشتغل عليه ويمكن الظروف أو الإمكانيات وقتها ما كانتش تسمح. لكن النادي الأهلي استغل نقطة مهمة جدا وهي القيادة السياسية، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على التطوير وحرصه على المنشآت الرياضية وحرصه على
التوسع في فكرة أنك تكون موجود في المجتمعات العمرانية الجديدة، والتوسع في إقامة مشروعات رياضية، ده حرص مهم جدا. والنادي الأهلي أعتقد في توقيت مهم يعني لمس طرف الخيط واشتغل على ده وقدر ياخد الموافقات الرسمية، وكل الشكر والتقدير بالذات يا أمير طبعا لفخامة الرئيس طبعا. السيد عبد الفتاح السيسي أن سمح للنادي الأهلي بالتأكيد بهذا المشروع إن شاء الله، عشان يكون خلال سنوات قليلة جدا النادي الأهلي يملك استاد النادي الأهلي. طبعا كل الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل مؤسسات الدولة اللي ساهمت في الحقيقة في يعني خروج التصاريح والموافقات الرسمية لإنشاء استاد النادي الأهلي الذي طال انتظاره بشكل كبير جدا. دايما دايما بيبقى مهم ان انت لما توعد توفي بوعدك بصراحة، ودايما احنا كلامنا هنا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي هتبقى شهادة مجروحة في حق مجلس إدارة النادي الأهلي، لكن الناس في الحقيقة كل حاجة وعدوا بها محمد بتحصل، يعني كل حاجة هم قالوها أيام الانتخابات بصراحة بتحصل وبنشوفها دلوقتي. كان في فترة من فترات كده أعتقد من شهر أو اتنين كنا بنسمع دايما من بعض مسؤولين النادي الأهلي إن احنا خلصنا 70 أو 80% من كل الوعود اللي وعدنا بها أعضاء الجمعية العمومية، مش بس أعضاء الجمعية العمومية كمان جمهور النادي الأهلي. أعتقد النهاردة اقتربنا من 100% أو المجلس اقترب من 100% من الالتزام بكل الوعود وبكل الكلام اللي قالوه لأعضاء الجمعية العمومية أثناء الانتخابات، ودي حاجة تحسب لهم في الحقيقة، واللي بيحسب لهم كمان إن هم مركزوش يا محمد في إن إحنا اللي بنعمل الكلام ده، سواء أنت بقى مختلف معايا أو مش مختلف معايا، لا خالص ده كله للنادي الأهلي، لكل أبناء النادي الأهلي اللي ساهموا بشكل أو بآخر في تاريخ هذا النادي العظيم والمليء بالإنجازات العديدة. النهاردة طبعا كان في حضور لبعض الشخصيات الهامة جدا، طبعا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللي قاموا بوضع حجر الأساس زي ما حضراتكم شايفين كده في اللقطات دي لإستاد الأهلي فرع النادي بالشيخ زايد. في الحقيقة فخر كبير جدا وخطوة مهمة جدا جدا، وأعتقد أن كل جماهير النادي الأهلي بتشوف حلم كانوا بيحلموا به وبيتنفذ على أرض الواقع، ودي حاجة من الحاجات اللي احنا بصراحة كنا مستنيينها جدا. محمد كان بيتكلم على بعض الاستادات الكبيرة زي الكامب نو مثلا بتاع برشلونة، زي سانتياغو برنابيو اللي بيتجدد دلوقتي واللي خلاص قرب يخلص بتاع ريال مدريد، لكن بالتحديد كمان يا محمد احنا شفنا من خلال متابعتنا لمحمد صلاح واللي كان بيتابع ليفربول كتير، كنا بنشوف اجواء ملعب الانفيلد بجمهور ليفربول حاجه عظيمه جدا. تخيل طبعا. بقى تخيل بقى لما يكون استاد الاهلي بجمهور النادي الاهلي، ده هنشوف اجواء احسن كده. عارف جمهور الاهلي على السوشيال ميديا اول ما اطرحت الفكره والنادي الاهلي اعلن عن ان يوم 1 مايو ان شاء الله افتتاح او وضع حجر الاساس، اول حاجه نزلت لك مش عايزين تراك، عايزين الجمهور يكون قريب من الملعب زي ملاعب اوروبا، يعني الملاعب الاوروبيه دي بتبقى حاجه جميله جدا، حلم الجمهور مهم بالظبط. فدي تخيلوا لما يكون عندنا جمهور النادي الاهلي موجود في استاد النادي الاهلي، اكيد هنشوف اعظم اجواء ممكن تتخيلها، لان دايما عارفين مدى تاثير النادي الاهلي في كل انتصارات الفريق وفي مساندته لكل الفرق داخل القلعه الحمراء، ودي حاجه ايجابيه جدا يا محمد بكل تاكيد. كمان في نقطه مهمه جدا عشان الناس تبقى عارفه ان المشروع ده الناس كانت بتشتغل عليه على مدار سنوات طويله جدا. فرع الشيخ زايد كان من الممكن انك تعمل استاد فيه من فتره، لكن كان بيقابلك دايما معوقات او صعوبات، فكره انك كان دايما التراخيص اللازمه لهذا بالزبط. الامر لازم تنزل لاكثر من حوالي 24 متر تحت الارض، ده هيكلف في النادي الاهلي وهيكلف الشركات اللي هتقوم بالمشروع العديد من المليارات خلال الفتره القادمه، فبالتالي كان من الصعوبه في الامكان في تنفيذ هذا الامر. لكن عشان تبدا تعمل المشروع من على الارض لطول اكتر من حوالي 30 متر او 30 متر، ده بالتاكيد كان بيحتاج بقى توقيت معين عشان تقدر تاخد التراخيص اللازمه عشان تقدر تشتغل على هذا الامر، فبالتالي كل الجهات اللي اشتغلت على هذا الموضوع وادت التراخيص اللازمه لاقامه هذا المشروع بالتاكيد بنوجه لها كل الشكر، لان باذن الله ان شاء الله هذا الصرح الرياضي الكبير هيكون اضافه كبيره جدا للرياضه المصريه وللرياضه العربيه، والحدث ده هيبقى اهم حدث في الفتره او في اخر 50 سنه لما يتم افتتاح استاد النادي الاهلي بحضور جماهير الكرة المصرية أو جماهير النادي الأهلي بشكل خاص إن شاء الله بإذن الله. وأكيد ودي جزئية مهمة برضو إن طبعا الاستاد بإذن الله هيكون بتاع النادي الأهلي وإن شاء الله يخلص في أسرع وقت ممكن، وإحنا عارفين إن عجلة التنمية والتطوير اللي بتحصل في جمهورية مصر العربية تحت طبعا رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي جزء من الأجزاء المهمة إن يكون في سرعة في الإنشاء وسرعة في التطوير وسرعة في الانتهاء من هذه المنشآت الهامة جدا، وفي اهتمام كبير قوي قوي بالرياضة. لكن في الحقيقة الموضوع
مش ايجابي بالنسبه للنادي الاهلي بس، او مش بالنسبه لجمهور النادي الاهلي بس، لكن في اعتقادي ان كل جماهير الكره المصريه فرحانه جدا جدا ان هيكون في منشاه رياضيه جديده واستاد بهذا الحجم وبهذه الامكانيات، لان احنا هنشوف حاجات مبهره باذن الله تعالى، مدينه رياضيه متكامله، هي كلها حاجات بتضاف لجمهوريه مصر العربيه الحبيبه في الحقيقه، وبتضاف للرياضه المصريه بشكل عام، وهتكون واجهه من ضمن الواجهات المشرفه بكل تاكيد لبلدنا الحبيبة مصر. احنا عندنا في الحقيقة ملاعب كتير جدا مميزة، وعندنا بنية تحتية أكثر من رائعة في جميع أنحاء الجمهورية، هيضاف إليها كمان استاد النادي الأهلي بإذن الله عن قريب، أيا كان بقى المدة ممكن يخلص خلال قد إيه، ده هيترتب على الشركات اللي هتتقدم علشان تمول هذا المشروع. والنهاردة تابعنا كلمة الكابتن محمود الخطيب اللي هنعرضها لحضراتكم كمان شوية، كلمة كانت مهمة جدا، وقد إيه محمد هو ابتدى كلامه، أنا كنت موجود وكنت مبسوط قوي ان انا بحضر الحدث ده، ابتدى كلامه قال لك انا وانا بلعب كوره كنت بتكلم مع احد زمايلي اعتقد كابتن طاهر الشيخ على ما اتذكر يعني بالظبط، وقال له قال له نزل ماتش لقى جمهور النادي الاهلي موجود، قال له نفسنا بقى في يوم يبقى عندنا استاد النادي الاهلي، لما يكون حلم ليك وانت لاعب مظبوط وبتحاول تحققه وانت رئيس النادي الاهلي، فدي حاجه في الحقيقه تحسب له كل حاجه كده. تحسب له وتحسب لكل جيل او كل الاجيال اللي لعبت كره قدم في النادي الاهلي، بالتاكيد هم سافروا كتير وشافوا مباريات في أدغال إفريقيا بشكل كبير جدا، وكمان النادي الأهلي لعب دايما في مباريات حتى في ملاعب خليجية أو حتى في ملاعب أوروبية، والناس كلها شافت شعبية النادي الأهلي، عارفين فكرة أن يكون عندك استاد هي الأمر مش متعلق أنك بتلعب مباراة كرة قدم على ملعبك، لا الأمر ده أنت بينقلك نقلة تانية خالص على فكرة، النقلة هنا نقلة اقتصادية، نقلة بتتكلموا عن نقلة تسويقية كبيرة للنادي الأهلي، أنت كده رايح في مكانة يعني القيمة التسويقية أو القيمة التسويقية أو الميزانية أو الأرقام المالية اللي ممكن بعد كده يتقدر بيها المنشآت أو الأصول أو ميزانيات النادي الأهلي، لا رايحة في إطار تاني خالص، وأنت كده بتبدأ بقى تضاهي الأندية العالمية بالضبط في كل الإمكانيات، بالإضافة لده كمان انت مش بتعمل استاد، لا ده انت بتعمل من خلال شركه استاد النادي الاهلي، شركه كره القدم في النادي الاهلي، كل امر او كل موضوع بيتم بالتاكيد بشكل استثماري كبير جدا، الموضوع لسه فيه تفاصيل كتيره طبعاً لكن نطلع فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات، وعندنا كلام مهم جدا النهارده في الاهلي في رمضان. في الحقيقة كانت لحظات سعيدة جدا ولحظات تاريخية، لحظة وضع حجر أساس استاد النادي الأهلي الجديد اللي بإذن الله بإذن الله ربنا يدينا ويديكم طول العمر ونشوف الاستاد ده عن قريب بإذن الله تعالى، وحلم بيتحقق على أرض الواقع وحاجة أكثر من رائعة. خليني أقول لحضراتكم بعض الكواليس اللي بتتعلق به الحدث ده النهارده، النهارده كان متواجد يعني بعض من لاعبي النادي الاهلي، وايضا كان متواجد مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الاول لكره القدم، الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، كان متواجد كباتن فريق النادي الاهلي سواء محمد الشناوي، ايمن اشرف، كابتن وليد سليمان، وسعد سمير، واكيد حضورهم كان حضور مهم، خصوصا ان انت وجهت الدعوه لكل العناصر اللي بتتعلق بمنظومه النادي الاهلي، وده كان امر غايه في الاهميه. اللقطات كلها مهمه واللقطات كلها مشرفه وتدعو للفخر وحلم احنا كنا مستنيينه، وكنا دايما بنقعد نفكر كده محمد امتى الاهلي يكون عنده استاد بتاعه، اسم النادي الاهلي، ايا كان بقى الاسم هيكون ايه، لسه الموضوع ما استقرناش عليه، او لسه النادي الاهلي ما استقرش على الجزئيه دي بشكل نهائي. كل حاجه في وقتها. كل حاجه في وقتها ده امر اكيد، لكن في جزئيه برده مهمه، لان انت خلال الايام اللي جايه دي بقى يا محمد هتلاقي تصميمات قد كده بتطلع وبتتعرض، وهتلاقي على السوشيال ميديا تصميمات كتير لاستاد النادي الاهلي، انا عايز اقول لحضراتكم على حاجه، ان التصميمات هتبتدي تظهر بشكل رسمي بعد 10 ايام من دلوقتي، ممكن كده تبتدي تتابع تشوف تصميمات النادي الاهلي هتكون ايه، او تصميمات استاد النادي الاهلي قبل ال10 ايام دول او خلال ال10 ايام دول، اي تصميم هيظهر مش هيكون ده التصميم الحقيقي بالنسبه لاستاد النادي الاهلي. يا محمد اسم النادي الاهلي كماركتنج وعلامه تسويقيه كبيره جدا تقدر تنجح اي مشروع، واي شركه بالتاكيد بتبقى حريصه ان هي تكون شريكه في مشروع ناجح، مشروع استثماري يقدر يكسب من خلاله ويقدر كمان يقدم من خلاله مشروع جيد جدا الفترة القادمة. أعلم تمام العلم أن هناك بالتأكيد يعني جهات كثيرة تسعى بالتأكيد للعمل في هذا المشروع خلال الفترة القادمة، وده بالتأكيد شيء بيسعدنا، لأن النادي الأهلي بالنسبة لنا
هو علامة كبيرة جدا. النادي الأهلي بالنسبة لنا هو العلامة الفارقة في تاريخ الرياضة المصرية وفي تاريخ الكرة المصرية. والنادي الأهلي ليس فقط فريق كرة قدم أو ألعاب صالات، النادي الأهلي كمان كبنية تحتية. أنت بتتكلم على مقر رئيسي في الجزيرة، والصورة لما اتخذت من أعلى مكان في منطقة الجزيرة في الزمالك، هذه الصورة بالتأكيد عايز أقول لكم يمكن لقت رواج كبير جدا بالنسبة لكل الإعلاميين والصحفيين سواء في إفريقيا أو حتى في أوروبا. عندك فرع في مدينة نصر على مساحة كبيرة، عندك فرع في الشيخ زايد إن شاء الله قريبا جدا بإذن الله خلال شهرين ثلاثة بالكتير إن شاء الله، فرع أيضا كمان في التجمع الخامس. بتروح لصعيد مصر في الأقصر، هتفتتح إن شاء الله استاد خلال السنوات القادمة. لا، أنت بتتكلم على مؤسسة رياضية عملاقة ليست فقط في الرياضة أو في الألعاب، لا كمان بنية تحتية بتبقى إضافة كبيرة جدا للملاعب والرياضة المصرية خلال الفترة القادمة. عندك ملاعب رسمية طبعا، استاد القاهرة وعندك استاد الكلية الحربية وعندك استاد الأهلي والسلام، لكن إضافة ده لما يكون مصر إن شاء الله مقبلة على تنظيم أحداث رياضية كبيرة، وليه ما لا ممكن تكون مدينة الأهلي الرياضية فرصة لمصر خلال بعد 2030 إن بإذن الله ممكن نطلب تنظيم الأولمبياد ويكون من خلال مدينة الأهلي الرياضية ومن خلال المشروع العظيم ده بإذن الله خلال السنوات القادمة. إحنا بنحلم وكل واحد فينا بالتأكيد عنده حلم مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، وطالما إحنا بنشجع النادي الأهلي قبل ما بنشتغل في منظومة الأهلي من حقنا نحلم، وإن شاء الله بإذن الله الحلم بيتحقق لواقع من خلال مجالس إدارات بتشتغل لصالح النادي الأهلي بإذن الله يا أمير. ده أمر غاية في الأهمية يا محمد، وأكيد استاد النادي الأهلي هيكون إضافة مهمة جدا لكل المنشآت الرياضية في مصر، وده أمر مهم، وإن شاء الله بإذن الله نشوف استاد النادي الأهلي بالشكل الأنسب واللي يليق بكل جماهير النادي الأهلي ويليق باسم النادي الأهلي الكبير. خلينا سريعا نروح لكلمة الكابتن محمود الخطيب نشوف قال إيه ونرجع مرة تانية. يلا بينا. يلا بينا. في البداية بحب أرحب بسيد الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سيد الوزير الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات، سيد اللواء الوزير أحمد راشد محافظ الجيزة، جميع السادة الحضور. أنا يمكن جميع اللي أنا الوشوش اللي أنا شايفها الحقيقة دي، أنتوا ده مكانكم وده بيتكم وده ناديكم، لكن برحب بكل السادة الحضور من بقى لاعبين قدامى لأجهزة فنية وإدارية لعاملين، مش عايز أنسى حد، كل الناس. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. واحنا لعيبة كنا بنحلم نكون لينا استاد، كنا بنحلم ان احنا نلعب في استاد النادي الاهلي. الكلام ده مر عليه اكتر من 50 سنة، يعني انا شخصيا اعتزلت من 33 سنة 34 سنة 87 لما ابتدينا نلعب. وبذكر مرة كابتن طاهر الشيخ كنا انا هو مع بعض في ملعب في الاستاد القاهرة، والاستاد كان مليان طبعا، استاد القاهرة ده بيلمنا كلنا بيجمعنا كلنا. ساعتها انا وطاهر بنتكلم، فقلت له يا طاهر يا ريت نلعب بقى في الاستاد بتاعنا ان شاء الله باذن الله، لان احنا قبليها بيوم كنا بنتفرج على مانشستر يونايتد بتلعب في الاستاد بتاعها. الحمد لله رب العالمين. يعني الحقيقه يمكن علشان نصل للمرحله اللي احنا فيها دلوقتي دي، المرحله دي مرحله مهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي، علشان كده انا عايز ابتدي بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمر مهم جدا أنا لمسته من خلال التعامل مع كل مؤسسات الدولة خلال الفترة اللي فاتت. الأمر ده هو دعم سرعة دفع التنمية الرياضية، إزاي إن كل حاجة تمشي فيها سرعة وفيها أداء أسرع من اللي موجود، إزاي إن إحنا طالما الناس جادين والناس بتشتغل يبقى مهم جدا ان احنا كمان كدوله بنساعدهم. وده لمسته في كل الحقيقه مؤسسات الدوله اللي اتعاملت معاها خلال الفتره اللي فاتت. كمان طبعا والشكر موصول لجميع مؤسسات الدوله يعني، لكن عايز ابتدي ب ارض الشيخ زايد. ارض الشيخ زايد سنه 2005 بالتحديد 5/8/2005 دي بدايه الارض في الشيخ زايد، وكنا ساعتها بنحاول يعني نصدر القرار الوزاري، والقرار الوزاري تم إصداره رقم 254 بتاريخ 31/12/2009. نسبة البنى 5%، وتتضمن إيه؟
تتضمن الصالات الرياضية، تتضمن الاستاد، تتضمن المباني الإدارية، تتضمن خدمات النادي وكل ما يخدم صرح نادي رياضي كبير يعني، سواء استثماري أو لكن الاستثماري ولي طبعا مردود آخر أو لي سعر تاني بنختلف فيه يعني. ده كان المنشأ بتاع الاستاد النادي الأهلي بقرار وزاري زي ما قلت حضراتكم سنة 2009. الحمد لله رب العالمين ابتدينا نشوف الخطوات كلها من 2005 كانت الارتفاعات عبارة عن 6 متر. 6 متر عشان نعمل استاد لازم ننزل تحت في الأرض حوالي 30 أو 25 متر عشان ننزل تحت. طبعا ده شيء أمر مكلف جدا جدا. ومن هنا خطبنا جميع المؤسسات، منهم طبعا يعني هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومنهم هيئة العمليات، ورحنا هيئة العمليات وقعدنا الحقيقة وشرحنا وجهة نظرنا ان احنا ازاي يكون عندنا استاد وعندنا ارتفاعات. الامر دوت خد مننا شهور الحقيقة، ولكن كل الامور خدت مجراها القانوني واللوائحي المظبوط الحمد لله يعني. كان هنا بقى يمكن وصلنا في النهاية ان الحمد لله الارتفاع يبقى 30 متر، وده الامر اللي بشكر عليه الدولة الحقيقة يعني. الحقيقة انك توصل ارتفاع الاستاد 30 متر انت كده حل لك مشاكل كتير جدا. بتدفع الرسوم الطبيعية، ده طبيعي، لكن انه هو يسهل عليك الامر ويديك رسالة ويديك استاد بارتفاع 30 متر ده امر بالنسبة لنا كان امر يعني الحقيقة ساعدنا كتير جدا جدا ان احنا نبتدي الخطوة اللي قدام حضراتكم النهاردة. الخطوة دي كمان حاجة مهمة، كانت الاستاد في اللي كان موجود من 2009 كان مساحة، المساحة اللي كانت فيه كانت مساحة 28,000 متر، مساحة 28,000 متر. المساحة النهاردة 48,000 متر الحمد لله. ده طبعا ادانا مساحة اكبر، والمساحة كمان احنا النهاردة الحتة اللي احنا فيها دي تقريبا في التلت الاخير في الاستاد. الاستاد هيمتد لغاية الصحراوي اللي هو يبعد حوالي بتاع 100 متر من هنا او 150 متر من هنا. فده الامر اللي احنا الحمد لله يعني وصلنا له. طيب دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ يعني دلوقتي ايه المطلوب واحنا هنعمل ايه؟ خلاص احنا النهاردة الامر الاساسي والهدف الاساسي اتحقق الحمد لله، اللي هو استاد بالارتفاع ده. بنحط النهاردة ان شاء الله باذن الله حجر الاساس لاستاد النادي الاهلي. استاد الحلم الكبير جدا جدا، مش بس لاعبين، لاعبين وجماهير واعضاء ومنطقه عربيه وافريقيه. النادي الاهلي الاكبر نادي في الشرق الاوسط واكبر نادي في المنطقه الافريقيه والعربيه. اعتقد النادي الاهلي النهارده بيفخر كل من يحب النادي الاهلي بوجود استاد النادي الاهلي. طيب النهارده عندنا بعض الخطوات عشان بس حضراتكم كلكم عارفين والساده الاعلامي بفاهمين هذا الكلام او واصلهم هذا الكلام. عندنا بعض الخطوات، منها تكليف احد المكاتب الاستشاريه العالميه اصحاب الخبرات في انشاء الاستادات لعمل التصميمات اللازمه للاستاد وكافه المنشات المحيطه به. ده الخطوه الاولى. الخطوه الاولى دي ان شاء الله هتكون بعد ما طبعا سياده الوزير اشرف صبحي، احنا كنت بتكلم معاه من يومين كده لكن في منتهى السرعه برضو، بعد الاجازه اللي احنا فيها دلوقتي هيكون في موافقه على الشركه دي على اساس ان احنا ننطلق ان شاء الله بالامر ده على طول. يبقى النهارده التصميمات العالميه، التصميمات العالميه الخاصه واللازمه للاستاد ان شاء الله هنبتدي فيها باذن الله في خلال اسبوع او 10 ايام من النهارده. تعديل ثم النمره 2 تعديل المخطط العام والقرار الوزاري طبقا بقى للتصميمات الجديده وطبقا للمساحات الجديده. فده الرقم نمره 2 اللي احنا هنشتغل فيه. رقم 3 اللي بيشغل ناس كتير جدا هو التمويل. التمويل منين؟ التمويل يا جماعه النادي الاهلي اسم كبير جدا جدا، فاسم النادي الاهلي مجرد ما احنا النهارده بن 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 بنحط حجر الاساس، اعتقادي الشخصي ان هيكون هناك تهافت على كيفيه التعامل والتعاون مع النادي الاهلي. مش عشان اشخاص، لا، عشان كيان كبير وعشان اسم كبير. فممكن قوي الامور ديت التمويليه دي هتكون برضو مكلف فيها الشركه اللي موجوده، هيكونوا موجودين يبحثوا مصادر التمويل ازاي. انا شخصيا مش قلقان على التمويل، مش قلقان على التمويل علشان النادي الاهلي في ظهره جمهوره، وجمهور النادي الاهلي لو النادي الاهلي
أشار لجمهوره واتكلم مع جمهوره هيكونوا سعداء جدا جدا أن كلهم يكونوا موجودين ويساعدوا في إنشاء استاد ناديهم. ده شيء أعتقد أن هو واصل لنا جميعا. فهنا جمهور النادي الأهلي في كل القضايا، جمهور النادي الأهلي جمهور كبير، جمهور هو اللي بيدعم دايما كل المواقف الصعبة اللي ممكن النادي الأهلي بيمر بيها. عشان كده أنا يمكن برجع تاني أكرر الشكر للسيد الرئيس وجميع مؤسسات الدولة الوطنية، بكرر التهنئة لأعضاء مجلس الإدارة الحاليين وجميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي السابقين، كل واحد فيهم كان ليه دور إن هو إزاي يمد إيده في هذا العمل. حاجة تانية التهنئة بقى طبعا للاعبين والعاملين والأجهزة الفنية والإدارية. الأكبر يعني بختم بجماهيرنا، التهنئة لجماهير النادي الأهلي، التهنئة الخالصة لأنه هي جمهور عظيم جدا، جمهور هو اللي بيقول بيدعم كل خطوة من خطوات النادي الأهلي. عشان كده أنا بهنيهم لأن الخطوة دي كان حلم بالنسبة لنا جميعا، إن شاء الله الحلم دلوقتي في بداية التحقق إن شاء الله. وإحنا يعني الحمد لله الصعب فات، إنك تاخد موافقة وإنك تاخد ارتفاعات ده الصعب، الصعب ده كله فات خلاص، اللي جاي كله بقى حركة العجلة، العجلة هتدور بقى خلاص فيش مشكلة إن شاء الله. ألف مبروك للنادي الأهلي. أنا آسف جدا طولت على حضراتكم، لكن كان لازم أشرح بس النقاط اللي احنا تعرضنا لها خلال الفترة اللي فاتت. بشكركم جدا وبشكر جميع السادة الحضور على مجهودهم وجودهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب دي كانت كلمة مهمة جدا من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في يوم طبعا وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي المشروع العملاق بإذن الله. كلنا بالتأكيد هننتظر على أحر من الجمر افتتاح هذا المشروع وافتتاح هذا الاستاد خلال السنوات القادمة. لكن على المستوى الرسمي بالتأكيد ده كان في حضور مهم جدا أيضا لوزير الإسكان دكتور عاصم الجزار، كان موجود النهاردة وزير الإسكان، لأن خاصة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بالتأكيد لها دور مهم جدا في هذا المشروع، في إمكانية الحصول على التراخيص وإمكانية البدء والتنفيذ الفعلي خلال الفترة القادمة من خلال شركات تبدأ تشتغل على مكتات وتصور لإنشاء استاد النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية، والتصميمات كمان اللي ممكن نشوفها في الفترة اللي جاية. نطلع لهذا التقرير ونشوف كلمة دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ثم لنا عودة. اسمحوا لي في البداية بس يعني أهنيكم على المشروع الاستاد في مدينة الشيخ زايد. أنا من الناس اللي مؤمنة بالرياضة وأهميتها، لأن الرياضة بتخاطب في المقام الأول الشباب. يمكن من 2014 من تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية والدولة بتتبنى قضية مهمة جداً، وهي قضية مضاعفة المعمور المصري. احنا لغاية 2014 عايشين على 6 أو 7% لما نحط الأجسام المائية من مساحة الجمهورية، 6-7% ده معناها كثافات سكانية عالية. كان عندنا مخطط لتطوير الدولة بيقول ان احنا عايزين نعيش على 12 أو 14% على الأقل من هذه المساحة. طبعا مش مجال ان احنا نشرح لكم خطط التنميه، بس انا عايز اقول لكم اللي احنا فتحنا فيه وبنشتغل فيه حاليا في الدوله بالمجتمعات العمرانيه الجديده ال 14 مجتمع عمراني بتوع الجيل الرابع اللي احنا شغالين عليهم. احنا دلوقتي شغالين على 14.5% من مساحه المعمور المصري. طبعا مش ما خلصناهوش، ولكن قدامنا فيه فتره بنشتغل فيه، وده اعتقد انجاز مهم جدا جدا. الانجاز ده بيترجم على الواقع اللي احنا موجودين فيه. مفيش مجتمع عمراني مش متكامل، مفهوش كل العناصر. النوادي والأنشطة الرياضية من أهم عناصر الحياة. اهتمامنا بالعمران، والعمران مش المباني، العمران هو أمر المولى عز وجل لآدم أن يعمر في الأرض. الزراعة عمران، السياحة عمران، الصناعة عمران، الرياضة عمران. اللي احنا بنشهده النهاردة نوع مهم جدا من انواع العمران اللي احنا بنهتم بيه، لان العمران ده بيخاطب شريحه كبيره جدا بتتواجد لفترات طويله جدا في المكان اللي بتعمره. العمران الرياضي بينشا عليه انشطه كتير، لانه بيعمل ترافيك او بيعمل رجل على المكان، وبيعمل جذب وبيعمل تغيير في المحتوى. احنا عايزين بس حضراتكم الجمع الجميل اللي موجود النهارده يقف كده ويبص ويتذكر التاريخ بتاع النهاردة 1 مايو 21، والأرض دي رمل.
وكمان 10 سنين زي ما كابتن محمود اتكلم من 50 سنه كانوا نفسهم يبقى في استاد، احنا عايزين بس كمان 10 سنين نفتكر الارض دي والمكان ده هيبقى شكله عامل ازاي، والاد فاليو او القيمه المضافه اللي هيعملها مشروع زي ده للمناطق الثانيه اللي حواليه. احنا في وزاره الاسكان هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده بنتيح اماكن للنوادي في المجتمعات العمرانيه الجديده، عندنا نادي سموحه جه في العالمين ونوادي اخرى في صواري في اسكندريه وفي المنصوره الجديده بنتفاوض، وفي كل المجتمعات العمرانيه بنقدم، وفي هضبه اسيوط كل المجتمعات العمرانيه بنقدم فيها فرص للانديه، وبندعو برضو النادي الاهلي للتواجد معانا في ربوع مصر المختلفة، وإن شاء الله الاستاد ده هيكون إضافة لمدينة الشيخ زايد، وهيكون بإذن الله إضافة للموقع اللي احنا متواجدين فيه، وكل اللي احنا بنطلبه من النادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضائه هو الإسراع بعملية التنمية، لأن كل ما أسرعت في عملية التنمية عوائد التنمية هتيجي لحضراتكم أسرع وأسرع إن شاء الله، وبشكركم شكرا جزيلا. طيب دي كانت كلمة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، وأكيد كان كلام مهم جدا، لكن أيضا عندنا كلمة غاية في الأهمية من معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في أبان هذا الحدث. خلينا نروح نشوف قال إيه ونرجع مرة تانية. النهاردة يوم آخر من أيام الرياضة المصرية مجسد في منشأ جديد، منشأ له صفة الخصية لأن هذا المنشأ هو استاد رياضي ينضم إلى قافلة الاستادات والمنشآت الرياضية المصرية، لكن ذات نكهة خاصة وذات طبيعة خاصة. طبعا من مكاني بتوجه بكل الشكر والتقدير للدفعة القوية اللي بيوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعجلة التنمية بصفة عامة في الدولة المصرية، وبصفة خاصة في مجالنا في مجال الرياضة والتنمية، التنمية الشبابية والتنمية الرياضية بشكل أسرع مما قد نتخيله، دعما وفكرا وعملا وتنفيذا من خلال مؤسسات الدولة. النهاردة يمكن موجودين أنا وزميلي الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان اللي دايما مرتبطين بتعاون كبير جدا في المنشأ الرياضي في كل مجال وتطويره، ودايما الوزارتين ما بيتأخروش على المجتمع، وزارة الإسكان في تفاهم تام مع وزارة الرياضة في أو من أجل هذه التنمية ودخول قطاعات مختلفة للتطوير. إحنا موجودين في محافظة الجيزة، أنا كمان على المستوى الشخصي بشكر معالي الوزير المحافظ اللي هو أحمد راشد الحقيقة اللي بيشاركنا مشاركة كبيرة جدا في هذه التنمية مثله مثل باقي المحافظين، اللي كل الدعم موجود والعمل. أنا ببارك للنادي الأهلي مجسد في مجلس إدارته الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة المحترم اللي نظم فكره وحط خططه في الحقيقة، وبالتالي إحنا كمان كلنا بنساعد ونساند كل المؤسسات الوطنية، المؤسسات الرياضية مجسدة في الأندية الرياضية، مجسدة في الاتحادات الرياضية على هذا الفكر اللي دايما بنقول احنا حاطين هدف ازاي نحول الرياضة الى منتج، ما بنخرجش عن القطاع او الجزء الخدمي، لكن لازم يكون منتج له استثماره واستثماراته وله دعمه. علشان كده يمكن الشركات واطلاق الشركات و كل الفاسيليتي اللي ممكن تكون او تقوم بها وزاره الشباب والرياضه هنعملها ونسهلها ونعملها بشكل سريع جدا، هنكسر بيروقراطيه اذا كانت موجوده علشان نوصل للي احنا بنوصل له بالشكل ده. احنا مش بنسابق نفسنا بس، احنا بنسابق نفسنا وبنسابق الزمن وبنسابق العديد من الدول اللي جريت. احنا كمان الحمد لله الدوله المصريه جريت بشكل خفاق بشكل كبير جدا، التعاون مع المؤسسات المجتمعية طبعا ده استاد كورة، فبالتالي مع الاتحاد المصري لكرة القدم مع كل المؤسسات المجتمعية. ألف مبروك للنادي الأهلي ومجلس إدارته وللجميع، شكرا والسلام عليكم.
كلمة مهمة جدا لمعالي الوزير والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وكلام عن فكرة الاستاد وكلام عن فكرة التنمية والمشروعات اللي بتتم خلال الفترة القادمة. بس عايز قبل ما انتقل للجزء في موضوع تاني وانا بختم الموضوع الاستاد، عايز اقول لكم الاهلي بيعمل مشروع الاستاد في توقيت مهم جدا، لان الاتحاد الافريقي لكرة القدم راصد مليار دولار خلال الفترة القادمة بنية تحتية لإقامة ملاعب او ملعب في كل دولة ما عندهاش امكانيات لاستضافة مباريات وملاعب كبيرة خلال الفترة اللي جاية. فلذلك في التوقيت الاتحاد الافريقي راصد مليار دولار لاقامه مشروع وانشاء استادات في المدن الافريقيه والدول الافريقيه، النادي الاهلي بصفته نادي القرن عنده هذا المشروع اللي بالتاكيد هيكون اضافه ايضا للكره الافريقيه خلال الفتره القادمه يا امير. وعشان كده بالظبط عشان كده انتقل بقى لجزئيه متعلقه بقرعه دوري ابطال افريقيا، وده الموضوع التالي عايزين نتكلم فيه النهارده في فقره الانترو. هو طبعا كان في حديث كتير جدا وترقب لنتيجه القرعه، وكان ناس كتير بتتنبأ وتتوقع وتتمنى ان الاهلي يواجه فرق بعينها، لكن احنا دايما متعودين فيما يتعلق بالنادي الاهلي ان الاهلي اي فرقه هيقابلها هو مطالب انه يكسب، سواء قابلتها في دور الثمانيه، دور نصف النهائي، في النهائي انت هدفك معروف بالنسبه للجميع وهو الحصول على اللقب للعام الثاني على التوالي باذن الله تعالى، رغم صعوبه المنافسه، ومنافسه غايه في الصعوبه والقوه والنديه، عندك فرق كبيره جدا جدا متواجده في دور ربع النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا. لكن القرعه اسفرت عن ان الاهلي للموسم الثالث على التوالي هيقابل صن داونز في نفس الدور، هذا الفريق الجنوب افريقي المميز جدا. المباراه الاولى هتكون باذن الله في القاهره، هتكون احد ايام 14 او 15 او 16 من الشهر الجاري، والمباراه الثانية هتكون أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من الشهر الجاري. نتمنى كل توفيق النادي الأهلي. نتيجة القرعة زي ما حضرتكم شايفينها كده قدامكم، الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي، مولدية الجزائر ضد الوداد المغربي، شباب بلوزداد الجزائري ضد الترجي التونسي، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي ضد سيمبا التنزاني، ومواجهات هتكون قوية جدا يا محمد. قبل ما تروح للكلام الجمهور وتعليقهم على القرعة، عايز بس أكد على حاجة، هي المباراة اللي أنا شايف في الجدول الاتحاد الأفريقي حاطط ايام 14 او 15 او 16 مايو، هو 16 مايو ده دي مباريات كاس الكونفدراليه الافريقيه، هي هتبقى 14 او 15 ده مباراه الذهاب، والعوده هتكون احد ايام 21 او 22. عايز اقول لك خلال 72 ساعه الاتحاد الافريقي هيحدد متى وموعد اقامه هذه المباريات، سواء مباراه الذهاب مباراه العوده، الاطقم التحكيميه اللي هتدير هذه المباراه. قبل يوم 4 او 5 مايو هيتم الاعلان بشكل رسمي عن موعد وتوقيت اقامه هذه المباراه. وانا عارف بقى الناس بتسال، المباراه الساعه 3، المباراه الساعه 6، هنلعب في بريتوريا ولا هننقل الملعب الثاني اللي لعبنا فيه اخر سنتين؟ في تفاصيل كتيره، وان شاء الله الفتره الجايه هنقول لكم معلومات اعتقد مش هتسمعوها في اي حته امير بخصوص دوري. وممكن موسيماني كمان يقول لنا اكيد ان شاء الله باذن الله، هيبقى في كلام مهم باذن الله الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. رولاني المدرب نادي صن داونز بالمناسبه هو تلميذ بيتسو موسيماني في صن داونز، كان قال تصريحات بصراحه يمكن اثارت اعجاب كل المتابعين للاعلام في جنوب افريقيا وفي مصر. قال هي مباراه بنواجه فيها مدرب عنده شخصيه، مدرب ليه تاريخ كبير، مدرب اشتغل معانا لفترات طويله، مدرب محترم مع فريق محترف، بالتاكيد بنستعد لهذه المباراه بشكل جيد جدا، واعتقد بدايه جيده لتصريحات مميزه من الجهاز الفني لفريق مامونيدي صن داونز. هم عاملين موسم مميز جدا في كل الاحوال في مختلف المسابقات، وفريق قوي للغايه يعني. لكن خلينا نروح نشوف جمهور النادي الاهلي رايه ايه في القرعه ونرجع مره ثانيه. يلا بينا. متهيألي ان شاء الله الماتش ممكن يكون اسهل شويه، على اعتبار ان موسيماني اوريدي كان المدير الفني للفريق ده قبل كده، فمتهيألي ممكن يبقى يعني حاطط نقط الضعف والقوه بتاعتهم وقايل للاهلي عليها، فبالتالي ممكن الماتش ساعتها يكون اسهل ان شاء الله. اتمنى. هي مواجهه صعبه طبعا، لان الاهلي ليه خبره قديمه مع فريق صن داونز بعد طبعا الماتش القديم، لكن موسيماني اكيد هيبقى عنده خطط وعارف كويس قوي راجع الفريق بتاعه القديم. هو احسن من وداد واحسن من ترجي، صن داونز لعبها نضيف. اعتقد ان شاء الله ان المواجهه دي هتبقى مهمه، والفريق صن داونز من الفرق القويه، لكن اعتقد ان السنه دي بحيث ان موسيماني كان هو اللي بيدرب الفرقه دي السنه اللي فاتت، والسنه دي ان شاء الله يكون معانا، هيكون عارف نقاط الضعف والقوه بشكل كويس جدا في الفرقه اللي قدامنا، فاعتقد باذن الله ان يكون التفوق لينا باذن الله. كده تبقى صعبه بس ان شاء الله، يعني احنا كلنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي باذن الله يكسبوه.
زي ما عودونا كالعادة يعني إن شاء الله. أنا شايف إن أحسن من الترجي وأحسن من الوداد، وإن شاء الله بفضل الله البطولة بتاعتنا إن شاء الله بفضل الله. هو طبعا فريق صن داونز من فرق كبيرة طبعا في أفريقيا، وفي الفترة اللي فاتت كان كويس جدا جدا جدا، بس أعتقد برضو إن الأهلي فريق بطولات، اللي بيلعب على بطولة ما بيهموش أي فريق تاني. أنا شايف إن هي هتبقى مباراة صعبة جدا للفريقين، بس شايف فرصة الأهلي هتبقى أفضل نظرا لإن مدرب الأهلي حافظ فرقة صن داونز وكان قاعد معهم فترة طويلة، فشايف إنه ممكن يعمل نتيجة كويسة مع الأهلي. إن شاء الله بإذن الله الأهلي يفوز. هي مواجهة صعبة ومتكررة، ومتكررة في الفترة الأخيرة بالذات، تقريبا دي ثالث بطولة على التوالي الأهلي واجه صن داونز. والله أنا متفائل إن احنا إن شاء الله هنكسب صن داونز تاني، لأن آخر ماتش كنت حاضره كان صن داونز 28-2 قبل الكورونا. الأهلي عودنا طول عمره احنا بنقفش على أسماء، يعني الأهلي النهاردة فريق بينافس على بطولة القارة، فالنهارده هيقابل سان داونز، هيقابل الرجاء، هيقابل اي فريق، زمالك، هيقابل اي فريق، ان شاء الله الاهلي هيكسب. الماتش صعب، ويعني احنا عندنا ميزه ان موسيماني معانا وهو اللي كان ماسك الفرقه فتره طويله، عارف كل اكيد نقط الضعف والقوه اللي في الفرقه، بس سان داونز السنه دي اديه ماتشات كويسه، واحنا الفرقه بامر الله تكمل والمصابين يرجعوا، وان شاء الله يبقى يعني نعدي من دور الثمانيه، وربنا يسهل ان شاء الله تبقى البطوله العاشره بامر الله للنادي الاهلي بامر الله. متفائل عشان ناخد الطار، في طار قديم بينا وبينهم ان شاء الله هناخده السنه دي، يعني اللعيبه السنه دي انا متفائله بيهم، عندهم روح قتاليه حلو جدا، بيلعبوا يمكن ساعات ما بقاش بيحالفهم التوفيق في اللعب، لكن يكفي ان عندهم روح الانتماء للنادي الاهلي، ودي مهمه جدا. والله ان شاء الله يعني نكسب ونعمل ماتش كويس يعني، ونكسبهم على الاقل 2-0 يعني، ان شاء الله نعمل ماتشين حلوين رايح جاي ونكسبهم زي ما كسبناهم السنه اللي فاتت. ان شاء الله يكون ماتش سهل، وان شاء الله موسيماني يقول لنا طريقه لعبهم ازاي، وان شاء الله نكسبهم. ماتش هيكون صعب والاهلي هيفوز ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه في السهره الرمضانيه في برنامج الاهلي في رمضان. زي ما اتكلمنا في الانترو في العديد من الموضوعات والتفاصيل، جاء موعد الفقره الحواريه عشان نلقي الضوء على هذه التفاصيل باستفاضه وشرح اكتر من خلال ضيوفنا اللي منورنا النهارده عبر شاشه قناه النادي الاهلي. هم مش ضيوفنا، هم اصحاب بيت بالتاكيد. في البدايه برحب بالكابتن محمد حشيش، نجم النادي الاهلي واحد ابرز لاعبي النادي الاهلي في حقبه الزمنيه في السبعينات والثمانينات، وبالتاكيد بنسعد بوجوده النهارده معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. كابتن حشيش منور الدنيا واهلا بيك. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا منور؟ منورين. وكابتن جمال طبعا منور، ربنا يخليك. ايضا كمان الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الاستاذ جمال الزهيري، الناقد الرياضي الكبير بمؤسسه اخبار اليوم. استاذ جمال اهلا بحضرتك. أهلاً وكل سنه وحضرتك طيب. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ جمال، منورنا. سعيد بوجودي معاكم طبعا، وتدوني فرصة يعني أطلع مع كابتن حشيش نجم يعني طبعا. لا أنا أعرفه طبعا من سنين طويلة، حوالي 3 سنين حوالي تقريبا. كمان احنا النهاردة بالتأكيد في الفقرة الحوارية وفي الجزء الثاني من برنامج الأهلي في رمضان، معانا بقى الشيف محمد عبد الباقي خطاب، بالتأكيد بنسعد بوجوده النهاردة معانا من خلال شاشة قناة النادي الأهلي، وبالتأكيد النهاردة بقى بيجهز لنا سحور يعني في تفاصيل كتير كده في البلاك. في البدايه ارحب بيه شيف محمد، مساء الخير عليكم، كل سنه وانتم طيب. النهارده السحور مميز مميز بمناسبه افتتاح الاستاد الجديد. يا مسهل، كويس، تمام، زي الفل. سهره ان شاء الله تكون سهره سعيده، وبنسعد بوجودكم دايما معانا. شويه وهنرجع لك تقول لنا ايه بقى الانواع اللي على السحور ان شاء الله، لان دي جزئيه مهمه برضو، صح ولا ايه؟ طبعا للطبق دي اهم حاجه، الفقره اهم، ده مستقبلنا. كابتن الحشيش، يعني في البدايه طبعا عايز ابتدي معاك باستاد النادي الاهلي، وحضرتك النهارده كنت متواجد في الحدث المهم ده ووضع حجر اساس استاد النادي الاهلي، وحلم طال انتظاره وبنشوفه النهارده بيتحقق على ارض الواقع. في الاول، بما انك احد ابناء النادي الاهلي واحد نجوم النادي الاهلي في تاريخه، اوصف لي شعورك وانت بتحضر اللحظات دي، ومدى اهميه كمان ان النادي الاهلي يكون عنده استاد خاص بيه. يعني طبعا قبل ما اتكلم في اي حاجه، عايز بس اوجه التهنئه للاخوه والاصدقاء والاحباب، طبعا الاخوه المسيحيين بمناسبه طبعا عيد القيامه المجيد، وكل سنه وهم طيبين، شريك طبعا رئيسي في البلد. يعني عايز اقول لك بقى على شعوري ده، يعني بالترتيب كده واحده واحده، لما لقيت الدعوه اللي متوجهه لي طبعا من قبل
كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي ومجلس الاداره، انا سعدت جدا يعني لان انك يعني تفتكرني في هذه المناسبه اللي كان حلم بالنسبه لنا. واحد من اللعيبه اللي كان عندهم حلم كبير ان يشوف استاد للنادي الاهلي. كنت بقعد يعني فترات كثيره جدا اقول يعني معقول النادي الاهلي بقدمه 1907 وبتاريخه وانجازاته ونادي القرن الافريقي وعدى المحليه على القاريه وبعد كده تخطى بقى للعالميه ما يبقاش عنده استاد، وفي انديه كتير بره بنشوفها اقل انجازات كتير جدا من النادي الاهلي ما عندهمش نفس الاستاد. يعني طبعا كان دي بتسبب يعني زعل، انما الحمد لله الحمد لله ان مجلس اداره النادي الاهلي زي ما وعد اوفى. ويمكن انا بقول دايما يعني هتكلم شويه برضو على يعني مجلس الاداره وبالذات كابتن محمود الخطيب، يمكن السلوجان اللي خدوه في الحمله الانتخابيه اللي هو مبادئ وتطوير وتاريخ اتحقق الحمد لله بالكامل، وكان نتاج ليه. يعني لو اتكلمنا على التاريخ، طبعا تاريخ النادي الاهلي معروف لدى الناس كلها خلال الفتره بتاعه مجلس الاداره الحاليه، طبعا زود انجازات طبعا النادي الاهلي وضاف لتاريخ النادي الاهلي واسرى تاريخ النادي الاهلي بانجازات كبيره. كمان المبادئ، وانا عايز اتكلم فيها برضو المبادئ، لان برضو النادي الاهلي المبادئ موجوده من منذ انشائه، موجوده وبنشوفها على ارض الواقع كمان خلال فترات كانت حساسه قوي بالتحديد في الفتره الأخيرة الحاليه لمجلس اداره النادي الاهلي. الفتره الاخيره في عهد المجلس الحالي كان في طبعا مهاترات كثيره جدا من جانب اشخاص كثيره وفي اساءات بالغه، كانت تحديات في الحقيقه طبعا، تحديات مهمه قوي. النادي الاهلي ما انسقش ورا هذه الاساءات بانه يرد ويدخل بقى في مهاترات يعني، انما التزم الصمت ورد على هذه الاساءات بالانجازات بالضبط اللي احنا شايفينها. التطوير اللي اتعمل خلال الفتره الاخيره في النادي الاهلي من فروع كثيره اتعملت زي التجمع ان شاء الله باذن الله اتحط حجر الاساس، زايد اكتمل فرع الاقصر طبعا بقى موجود ولسه في فروع ثانيه. التطوير اللي داخل كمان الفروع، شفنا الاسوار النادي الاهلي اللي بقت مميزه على مستوى العالم كله، البوابات الشيك قوي اللي اتعملت مع شعار النادي الاهلي، كمان الاضافه اللي حصلت السنه دي في قناه النادي الاهلي، وانا عشان من ابناء القناه فمتابع طبعا. خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا حصل طفره كبيره في الاستوديوهات وفي التقنيه وفي حاجات كثيره جدا جدا تليق باسم النادي الاهلي. تطوير كمان من خلال زياده الاستثمارات واوجه الاستثمارات في النادي الاهلي، وشفنا ميزانيه النادي الاهلي دلوقتي بقت ايه، انجازات من ناحيه النتائج وفرقه الكوره والالعاب الحقيقه الثانيه كلها فعلا. يعني كل الحاجات دي بنسعد بيها، بس كل ده اتغلف بقى باهم حاجه وهو الاستاد. النهارده اتحط حجر الاساس في استاد النادي الاهلي اللي ان شاء الله يبقى يعني ان شاء الله باذن الله اضافه طبعا كبيره للنادي الاهلي واصل من اصول النادي الاهلي الكبيره اللي هتبقى موجوده، زائد كمان انه هيبقى اضافه للبنيه التحتيه لطبعا استادات مصر بالزبط. بس طبعا نكهه النادي الاهلي بتفوق اي نكهه ثانيه، اضافه طبعا يعني استاد القاهره العظيم واستاد اسكندريه واستادات ثانيه. استاد النادي الاهلي الناس كلها مستنياه، وانا كنت سعيد جدا جدا بحضوري النهارده حط حجر الاساس النهارده للاستاد النادي الاهلي اللي بتمنى طبعا ربنا يدينا العمر كلنا ونحضر الافتتاح ان شاء الله باذن الله. باذن الله. طيب استاذ جمال الزهيري، يمكن هسالك بقى بس بجانب كراجل ناقد رياضي وصحفي وليك تاريخ كبير وباع طويل في الرياضه المصريه وحضرت مناسبات عديده سواء كرويه او حتى افتتاح لملاعب عديده في الفترات السابقه، رصدت ازاي هذا الموضوع النهارده ورؤيتك لهذا الحدث الرياضي الكبير سواء بالنسبه للنادي الاهلي على المستوى الخاص او بالنسبه للرياضه المصريه بشكل عام؟ اولا طبعا انا بشكر الكابتن حشيش ان هو يعني ربط مجموعه من الاحداث، يعني بدايه من الانجازات على مستوى فريق الكوره، الافرع اللي تم افتتاحها تابعه للنادي الاهلي، ثم النهارده انا بعتقد انه في ذكرى او يعني مرور 114 سنه على انشاء النادي الاهلي،
يعني شيء رائع جدا ان يوجد استاد باسم النادي الاهلي. مش مهم هيخلص امتى، المهم ان انت حطيت حجر الاساس، وهو ده الاصل في الموضوع طبعا. ويمكن انا لفت نظري برضو من خلال كابتن محمود الخطيب النهارده كلامه او كلمته في 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 وضع حجر الاساس، انه مساله التمويل جايه باسم النادي الاهلي. يعني ليس انا مش شايف ان هيبقى فيها ادنى مشكله، لان انت بتسوق لاسم هو اصلا موجود، يعني مش حاجه جديده. ده النادي الاهلي ده نادي عريق لوحده، براند بالظبط، ده براند موجود وبراند مرتبط كمان، مش مجرد اسم وجمهور، لا بطولات طبعا. يعني لما تيجي تحسب ان الملعب ده سينشا بعد كل هذه الانجازات اللي تحققت. يعني يمكن زمان انا ما لحقتهاش قوي لما كانت المباريات في استاد التتش، يعني كنا يعني ما نوعاش عليها، انما برضو احساس الجمهور وهو بيروح ملعبه اللي مرتبط بيه استاد مختار التتش اللي هو في الجزيره، الملعب القديم ده، يعني انا فاكر وانا مثلا لما كنت بروح اتفرج على تمرينات او على مباريات وديه او شيء من هذا القبيل، انا كنت بروح عشان اشوف او احس بالمكان ده تراث. يعني لا، مجرد ان انت تحس ان انت جوه النادي الاهلي، غير بقى ان هو يبقى في استاد القاهره مع كل الاحترام او في اي ملعب اخر، لا. ويعني وجود جمهور النادي الاهلي ان شاء الله ولاعيبه النادي الاهلي جوه مكان بيحمل اسم النادي الاهلي، اعتقد انه معنى يعني ان شاء الله يكون مختلف. والاجيال اللي جايه هتبقى اكثر سعاده بهذا الامر، يعني حظهم هيبقى افضل من الاجيال السابقه او الاجيال الحاليه اللي ممكن بعضهم يلحق بعضهم ما يلحقش، انما الاجيال القادمه هيبقى شيء جميل جدا. والمكان نفسه في الشيخ زايد اعتقد انه هيبقى مميز، لانه موقعه كمان هيبقى سهل جدا اكيد كطرق مواصلات. ويعني والله يا استاذ جمال حتى لو موقعه مش سهل، جمهور النادي الاهلي لا يروح هيروح لا جمهوره هيروح هيروح، بس هو موقع متميز سواء على الطريق طبعًا الصحراوي طبعًا او من داخل مدينه الشيخ زايد. اعتقد ان المكان هيبقى مميز جدا. ويمكن برضو الكابتن النهارده وهو بيتكلم بيقول انه على بعد 100 متر هيبقى الطريق الصحراوي، طريق اسكندريه مصر، طريق مصر اسكندريه الصحراوي. فبالتالي انا شايف ان هو ده انجاز كبير وترجمه لبرنامج عائله الاهلي، والسلوجان برضو اللي قال عليه الكابتن حشيش انه النادي الاهلي مش بس بيشتغل في اطار واحد، لا يعني عنده اكتر من اطار هو شغال فيه اكيد، وبيحاول بقدر الامكان يوفي التزاماته سواء تجاه الاعضاء، تجاه اللعيبه، تجاه الفرق الرياضيه، تجاه الجماهير. كل ده في نفس واحد زي ما بيقولوا، رغم كل الصعوبات والمقالب والتركات اللي كانت بتتعمل والظروف اللي احنا خلال خلال الاربع سنين. يعني طبعا يعني كان في كمان مواقف صعبه جدا مر بيها هذا المجلس، اترجمت بقى انه برضو ربنا سبحانه وتعالى ما بيسيبش المجتهد طبعا. يعني السنه اللي فاتت دي كانت تتويج في عز الازمات طبعا، والكورونا اللي هي المشاكل الطبيعيه والمشاكل الصناعيه. دي صعوبه الانجازات بالظبط خلال فتره المجلس صحيح. اللي كملتش اربع سنين انك تعمل الانجازات دي كلها في ظل وجود سنتين من الكورونا بالظبط. يعني سنتين من الكورونا وطبعا الحاله الاقتصاديه اللي هو ده تحدي يعني والشغل تحدي كبير جدا. قله الموارد، عدم كمان دخول الجماهير لحضور المباريات كايراد وكده مهم جدا طبعا. يعني طبعًا. يعني انا هعقب بس على حته صغيره بتاع الاستاذ جمال، حته استاد مختار التتش، لان انا لعبت في الاستاد ده واتمرنت عليه ولعبت مباريات وديه. جميل قوي انك يعني تبقى بتلعب على الارض بتاعتك، على الاستاد بتاعك، على الحته اللي بتتمرن عليها، بتفرق كتير جدا جدا. ما يقعدش النادي الاهلي يختار يقول لي ايه كل سنه انا هلعب على استاد القاهره، لا انا هلعب على مش عايز استاد، لا هيبقى معروف خلاص الملعب بتاعك ايه. وبعدين ايه بقى، في جزئيه مهمه قوي اللي هي محمد سريعا بس اللي هي بخصوص الصيانه. مش هتلاقي بقى الاستاد، اصل الاستاد الفلاني فيه صيانه، لا هو بتاعك انت اللي بتعمل صيانتك بنفسك وانت في اللي حاجه كمان يا امير. ارضيه الملعب تعود عليها وحجم
الملعب نفسه بالنسبه للعيبه، انت عارف في ملاعب عريضه بالزبط شويه بالزبط، في ملاعب ضيقه، انك تتمرن وتبقى ده ملعبك حافظه طول النجيله جمال يعني الحاجات دي بتفرق في الاحساس والفنيات مع اللعيب، احساسه ان هو في ملعبه دي حاجه ايجابيه بالنسبه لك. طب مدرب قريب من الملعب بالظبط كده. طيب في لقاء مهم جدا مع سياده العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس اداره شركه استادات الوطنيه، بالتاكيد بيقول كلام مهم جدا متعلق النهارده بوضع حجر الاساس لاستاد النادي الاهلي. بيتكلم انه عاش فتره داخل النادي الاهلي ايام ما كان طبعا مدير تنفيذي في النادي الاهلي، وشاف المشروع ده من خلال اوراق في الفتره السابقه، وخلاص هيترجم على ارض الواقع الفتره الجايه، ومن خلال وجوده في شركه استادات بالتاكيد عنده يعني التطلعات الفترة الجاية بإذن الله يكون المشروع ده بإذن الله نواة للنجاح الفترة الجاية، عشان نشوف من خلال استاد الأهلي حدث استثمار كبير جدا ورياضي واقتصادي للنادي الأهلي ولكل القطاعات الرياضية في مصر. نتابع. طبعا سيادة العميد برحب بيك في البداية على شاشة قناة النادي الأهلي. الحمد لله حلم أصبح يعني حقيقة، احنا واقفين دلوقتي على أرض الواقع، حدث هام جدا، وطبعا يعني حضور حضرتك عايزة أعرف أكتر منك عن الحلم اللي بات حقيقة واللي كل الناس كانت مستنياه خاصة جماهير النادي الأهلي. طبعا هو زي ما انت بتقولي كده حلم، وان شاء الله باذن الله هيتحقق، وحلم بقى اول خطوه فيه مهمه جدا جدا. يمكن الواحد بيتشرف اللي هو كان مشارك في احداث كتيره في تاريخ النادي الاهلي، حقبه زمنيه من 2018 لغايه وقتنا هذا، لينا الشرف اللي انا اكون مدير تنفيذي للفتره دي. طبعا ده حلم كل الاهلاويه. مجلس اداره النادي الاهلي مع كابتن محمود الخطيب حققنا حاجات كتير جدا كنا كلنا بنحلم بيها، مستوى تطوير البنيه التحتيه، تطوير الانشاءات، تغيير الشكل العام بتاع الفروع النادي. النهارده اول خطوه كنت خدتيها ان انت اسم النادي الاهلي اتحط على استاد اللي هو الاهلي السلام، والنهارده انت بتحققي بقى بدايه حلم حقيقي، وهو ده اللي احنا كنا قبل كده والناس ما كانتش مصدقه، اللي احنا اما فاكر حط الاسم على استاد السلام اللي احنا كده خلاص وقفنا، لا هو ده الحلم الحقيقي بتاعنا فعلا، ازاي هنبني استادنا بجد ان شاء الله باذن الله، وتكون فتره زمنيه كويسه. يمكن انا في مره من المرات قلت اللي مش هيستغل وجود سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوقت ده ومؤسسات الدوله اللي بتجري عشان تعمل تنميه في كل مكان، هتروح عليه فرصه كبيره جدا. النادي الاهلي في فتره سياده الرئيس مع المؤسسات الدوله الموجوده قدر يحصل على تراخيص كتيره جدا كانت واقفه من سنه 92. يمكن كابتن عادل قاعد في الاستوديو دلوقتي يبقى عارف اكتر مني الكلام ده. مدينه نصر انت ما كنتيش بتقدري تحطي يعني مسمار، النهارده انت بتعملي سور مدينه نصر على طريق النصر مع حسن المامون، بتغير الشكل العام بالكامل، عملتي منطقه الفوت كورت الجديده هنا في الشيخ زايد عشان تاخدي الموافقات زي ما كابتن الخطيب قال، عشان تاخدي موافقات احنا بقالنا فتره كبيره جدا بنجري عشان ناخد الموافقات دي، وكنا وصلنا النهارده للنقطه دي بوجود سيد وزير الاسكان وسيد وزير الشباب والرياضه ومعالي المحافظ، ده في حد ذاتها انجاز كبير لازم نبارك فيه لكل اهلاوي، بنبارك للاهلاويه بصفه خاصه، بنبارك للرياضه المصريه بصفه عامه، لان الاستاد ده ان شاء الله باذن الله هيكون ليه الفتره اللي جايه خطوات كويسه قوي قوي قوي، ونحقق الحلم فيه، ويمكن 2030 يتلعب عليه ماتشات كاس عالم باذن الله ان شاء الله. سياده العميد اخد من كلام حضرتك، اتكلمت عن جهود الدوله المبذوله يعني من قبل كل القائمين لكمان ان يعني يتم وضع حجر الاساس لاستاد النادي الاهلي، ولكن عايزه اعرف يعني ده بيعكس ازاي الصوره لمؤسسات الدوله الرياضيه انه بيتم الجهود المبذوله دي كلها من قبل الدوله. شوفي هو انت النهارده تاني طالما في مؤسسات دوله بتتحرك بجديه وبتتحرك بمصداقيه وبتتحرك بالقوه، اللي مش هيستغل الفرصه دي مش هيلاقيها تاني. النادي الاهلي النهارده ما بيتكلمش كتير، النادي الاهلي النهارده اتعود اللي هو يشتغل بس، نتيجه اللي انت بتشتغلي بس وبتتحركي وبتشوفي النهارده اتجاهات الدوله رايحه فين، انت النهارده الدوله بتنمي في كل مكان. وزير الاسكان النهارده قال لك افتكروا اللحظه دي انتوا واقفين في صحراء، بعد 10 سنين شوفوا هيبقى شكلها عامل ازاي. يمكن انا عشان ما نتكلمش على حاجه ثانيه، انا لما رحت وتشرفت اللي انا رحت يعني مع النادي الاهلي ورحت شركه السات، احنا النهارده عندنا مشروع ثاني بنعمر في 15 محافظه، بنعمل شكل جديد في 15 محافظه، النهارده الناس بتتحرك في كل مكان، كل الناس هي دي اسمها الحركة الرياضية والطفرة الرياضية اللي انت هتاخدي ان شاء الله نتائجها في الفترة اللي جاية. لكل ما بقى عندك ملاعب موجودة بشكل كويس، كل ما بقى عندك النهاردة أماكن للتدريب بشكل كويس، هنوصل للناتج اللي احنا يبقى عندنا نحقق حلم، عندنا 1000 محمد صلاح، عندنا 1000 فريد عثمان، عندنا 1000 أبطال كتير، مش عايز أقول اسم حد وأنسى حد، هو ده اللي احنا عايزينه. مصر تقدر، مصر تقدر بمؤسساتها، مصر تقدر بمؤسساتها الوطنية. أنا واحد من الناس بعتزل في النادي الأهلي وفي أندية كتير جدا برضو نفس القصة عايزة تشتغل وعايزة تخدم، ولكن احنا بنقول لازم الناس تشتغل في صمت، لازم الناس تعرف وتدرس هي عايزة تعمل ايه. النادي الأهلي يمكن عودنا من واحنا صغيرين نحلم حلم يبقى حقيقة، ازاي بالمجهود بالتعب، عمرنا ما بنقف عند حاجة معينة، ممكن نخسر بس بنقوم بننظف هدومنا بنتحرك تاني وبنشتغل،
اي مكان انت موجوده فيه بتخدمي فيه بلدك اولا، ودايما بتحافظي اللي انت تنتمي للنادي الاهلي، فربنا يوفقكم ان شاء الله. الحلم ده هيبقى انتوا اللي هتشوفوه، نتمنى ان احنا نشوفه معاكم باذن الله، ونبقى قاعدين في اول مباراه مع بعض ان شاء الله باذن الله. طبعا دي كانت تصريحات العميد محمد مرجان نائب رئيس شركه استادات الوطنيه، وتصريحات اكيد مهمه جدا. بالمناسبه كابتن حشيش، احنا الثلاثه ساكنين في منطقه واحده في المقطم، فالمفروض يعملوا لنا فرع النادي الاهلي هناك. بس اهل المقطم، اهل المقطم. طيب اكيد تصريحات كانت مهمه، لكن مستمرين في الحديث على يعني هذا الحدث الهام يا كابتن حشيش. وكنا بنتكلم واحنا بنسمع كلمه العميد محمد مرجان على التحديات اللي مر بيها مجلس اداره النادي الاهلي على مدار 3 سنوات ونص لحد دلوقتي، سواء كورونا سواء مشاكل قبل كده، امور كانت كتير جدا. استاذ جمال قال لنا ايه؟ قال فتره وعدت، بس النقطه الاهم ان هي فتره عدت وبانجازات، فدي طبعاً حاجه في الحقيقه تحسب لمجلس اداره النادي الاهلي. رايك ايه في الموضوع؟ وهي دي الصعوبه في الموضوع، انك تحقق انجازات من خلال صراعات ومن خلال ازمات ومن خلال حاجات انت مش بايدك، دي جايه لك متصدره لك من ناحيه ثانيه، ممكن حد يصدر لك مشاكل مش قادر ينافسك في الملعب فبينافسك في حته ثانيه. انت يعني وبيدخلك في مناطق انت ما تقدرش، هو بيوجدها انت ما تقدرش عليها، لما بدأك ولا اخلاقك ولا الحاجات دي تقدر تخليك ترد عليه. بس المبادئ انتصرت في النهايه 100%، وده طبعا كان رد كبير جدا جدا خلال الفتره اللي فاتت. وانا بعتبر التتويج ببطوله افريقيا التاسعه كانت خير دليل على الموضوع دوت، ان انت في ظل الكلام ده كله وبتتوج بالبطولة دي في الظروف الكبيرة دي بعد فترة كبيرة، ده يعني أقل رد اعتبار لمجلس إدارة النادي الأهلي اللي شافه خلال والجمهور النادي الأهلي. والجمهور النادي الأهلي لو هرجع برضو لحتة يعني ما عندكش فكرة أميرة محمد على سعادة الجمهور النهاردة بوضع حجر الأساس طبعاً. الناس فرحانة جدا جدا. عارف لما يكون واحد مستني الموضوع ده بقاله فترة كبيرة وحاسس أنه صعب صعب صعب، ويجي ناس وإن شاء الله بإذن الله الدورة دي هيبقى كذا كذا، الحلم فعلا بقى حقيقة على أرض الواقع. زي ما الأستاذ جمال قال، مش مهم بقى يخلص إمتى، المهم أن حجر الأساس اتحط. واللي أصعب من كده اللي أكد عليها كابتن محمود النهاردة في الكلمة بتاعته، إن كان أصعب حاجة هي الموافقات. الموافقات، ما عشان كده لازم نوجه الشكر كل الشكر في الحقيقة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل مؤسسة الدولة اللي ساهموا بشكل كبير جدا في خروج الموافقات والتصريحات. المفروض إن ده هو يعني زي ما بتقول إيه الثمرة بتاعة التعاون اللي بين الدولة وبين أكبر أندية مصر، في إن هما يعني حتى زي ما قال دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان النهاردة، قال لك اتفرجوا على المكان ده بعد كذا سنة، 5 سنين 10 سنين، كل ما يتبني طوبة في الاستاد الجديد أسعار المنطقة كلها هتختلف، ده حاليا هيأثر على المنطقة كلها. عارف حاليا طبعا مجرد وجود مقر النادي الأهلي في الشيخ زايد، أنا ملاحظها كمان زي ما حصل قبل كده في مدينة نصر بالظبط كده، شركات الإسكان كلها دلوقتي خاصة أو حكومية بتعلن عن مشروعات إسكان بجوار النادي الأهلي، شرق النادي الأهلي طبعًا، جنوب النادي الأهلي. فخلاص يعني فعلا زي ما قال سيادة الوزير، هي تعمير، وده داخل في خطة الدولة، يعني في خطة الدولة المصرية إن أنت بتعمر الأماكن اللي هي كانت متروكة كده أراضي فضاء. تفتكر زي ما أنت بتقول مدينة نصر كنا نعرفها ان اخرها كان مكرم عبيد. ايوه مكرم عبيد وخلاص وتلف وترجع، ما كانش لسه في حصل ثانيه، ما كانتش في حاجه خالص. انا رحت النادي الاهلي مدينه نصر مع بداياته، لا غير المنطقه اللي حواليه غير دلوقتي خالص، المواضيع دي خالص يعني الناس حاجه ثانيه يعني. الناس اللي كانت واخده بيوت هناك في الحته دي وكانت زعلانه بقى حظها كويس قوي ان خدت النادي الاهلي، جه ساكن جنب النادي الاهلي. ايوه بالظبط، ما هو الاهلي الاهلي بيكتب التاريخ وبيغير الجغرافيا. صحيح طبعا، في كلمه النهارده حتى الكاتب الصحفي الكبير استاذ حامد عز الدين كان عنوان مهم جدا في رساله هذا الموضوع، الاهلي يكتب التاريخ ويغير الجغرافيا. لا انا تابعت كمان الحلقه بتاعتكم مع الاستاذ حامد، لان هو له تعبيراته الخاصه، انا استمتعت والله بالحلقه دي. عنوانه النهارده ده بصراحه كان رائع، لانه هو بيجيبها لك بقى كمان مش مفهوم سطحي، يعني هو بيجيبها لك فعلا بعمق، اللي هو يوري لك قد ايه تأثير النادي الأهلي
في المجتمع. وده شيء مهم جدا. مش مجرد نادي وكرة وطايرة وسلة ويد، لا ده مؤسسة. كيان فعلا مؤثر في المجتمع، بيتأثر بيه ويؤثر فيه بالضبط. طيب ده كان كلام مهم جدا بخصوص حدث اليوم والحدث الأهم بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره في كل مكان، وهو وضع حجر أساس استاد النادي الأهلي الجديد اللي إن شاء الله عن قريب يكون بنشوفه على أرض الواقع. ومجرد ما أنت حطيت حجر أساس فأنت خلاص خطيت أول خطوة مهمة جدا في طريق إنشاء هذا الاستاد المنتظر بإذن الله تعالى. عندنا لسه حديث كتير جدا مهم، لكن بعد الفاصل هنتكلم بالتحديد بخصوص الفريق الأول لكرة القدم، المواجهات وضغط المباريات الحالية، وكمان مباراة سان داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. استنونا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. طيب اتكلمنا عن الاستاد واتكلمنا عن حلم جمهور النادي الاهلي بهذا الصرح الرياضي الكبير، نتكلم بقى على مشوار فريق كره القدم في النادي الاهلي. عندنا جزئين في هذا المشوار، مشوار محلي ومشوار افريقي. مشوار المحلي طبعا في تفاصيل كتيره، مباريات كل 48 ساعه، الفريق يخلص مباراه يريح يدخل معسكر يلعب، وعندنا مباراه سان داونز الذهاب والاياب خلال شهر مايو الجاري، وفي كلام كتير في هذا الشان. كابتن حشيش، مباراه الاهلي في الدوري، اولا التعادل الاخير مع الجونه وتوالي المباريات والجدول اللي تم وضعه خلال الفتره الاخيره، شايف كل هذه الامور مدى تاثيرها على فريق النادي الاهلي في المباريات المحليه والمباريات الافريقيه، والتاثير الاكبر على المنتخبات الوطنيه في فتره قادمه؟ هو طبعا تاثير مباشر، تاثير قوي جدا جدا، شايفينه احنا كلنا من خلال الاداء اللي بيأديه طبعا النادي الاهلي يومين وتلعب الثالث. وبعدين انا بستغرب من الناس بقى اللي يقول لك لازم النادي الاهلي يعمل استشفاء كويس. مهما تعمل استشفاء هتعمل استشفاء ازاي؟ انت النهارده بتخلص بالليل الماتش الساعه 11، تريح ثاني يوم وتلعب يوم يوم معسكر، يعني ما ينفعش باي حال من الاحوال. غير كده كمان انت عارف، انت لو فرقه عاديه بتعمل الكلام ده هتقول ما عندهاش الضغط العصبي، لان الضغط العصبي كمان اقوى من الضغط اللي هو طبعا على العضلات او الضغط البدني. انت مطالب ان انت تكسب، انت مطالب ان انت تأدي، عشان جمهور النادي الاهلي بيبقى عايز اداء وعايز نتيجه. المؤجلات حطاك تحت ضغط مستمر، انت عارف لو بتلعب ماتش وماتش والدنيا باينه، انما المؤجلات انت مطالب تكسبها عشان تتصدر. فكل ده بيسبب ضغط. بنشوف تغييرات في اللعيبه سواء بقصد او غير قصد. بقصد انت مثلا شايف واحد مستوى اقل شويه فبتدي فرصه غصبا عنك، في لان اسباب كتيره بقى، الايجاد والاصابه والكورونا والحاجات دي. فطبعا ضغط كبير جدا. انا عايز اقول ان النادي الاهلي هو ده قدره، لان النادي الاهلي نادي بطولات ولازم يؤدي كل مباراه على انها بطوله. طبعا طبعا. وعلى العكس اي نادي بيقابل، دايما اقولها في كل مره يا استاذ جمال، اي نادي بيقابل النادي الاهلي بيعتبر الماتش ده بالتحديد بطوله. طبعا صح صح، يعني يبقى ترتيبه في مش فارقه معاه، المهم بس هو الماتش ده بالنسبه له هو البطوله. صحيح. هو اللي يسوق نفسه كلعيبه. هو اللي هتكتب له في التاريخ، انا لعبت قدام النادي الاهلي وجبت جون، زي ما كان بيحصل زمان ايام الشبكه العذراء اللي كان بيجيب جون في النادي الاهلي، ده كان التاريخ بيفتكره يعني. فلازم النادي الاهلي يعني طبعا يبقى فيه كلام مع اتحاد الكوره، لان طبعا انا مباراه الدوري ماشي على عيني وعلى راسي، انما البطوله الاهم اللي هو النادي الاهلي بقى بيلعب باسم مصر فيها. تمام. دي الاهم، ودي محتاجه دخلنا في الجد دوري المجموعات في فرصه انك تطلع وتنزل، والمهم تتاهل. دي مباراه انما رايح جاي دي يعني مشكله. أكيد. وبعدين انت خلاص بقى خلاصه المسابقه كلها او الانديه اللي في المسابقه اقوى 8 موجودين. مظبوط. فانت يعني لازم يبقى في راحه كويسه قوي، مهما كان اللعيب من مستوى فني ومهاري، الاجهاد اول بيأثر على تركيزه في الملعب، ما بيبقاش قادر زي ما بنقول، الضغط العصبي. عندك مشكله كمان في المباراه الجايه، ان المباراه الاولانيه على ارضك والثانيه هناك، هتبقى مطالب منافس من اقوى المنافسين. انا بقول ان ده نهائي مبكر طبعا، وبقول ان شاء الله اللي هيعدي الدور ده ويكون النادي الاهلي باذن الله ان شاء الله هو اللي هياخد البطوله السنه دي، بالمقارنه بين اللي طبعا الفرق الثانيه. لازم يبقى في استعداد قوي. الاستعداد القوي ده بقى هو
اهم حاجه فيه يكون اراحه اللعيبه فتره كافيه قبل المباراه الاولانيه. ده طبعا تحدي مهم من ضمن التحديات اللي هيمر بيها النادي الاهلي على مدار الفتره الحاليه استاذ جمال، لكن في وجهه نظرك ايه المنتظر من النادي الاهلي في ظل ضغط المباريات دي، وايه المطلوب كمان من اللعيبه والجهاز الفني؟ انا برضو مش عايز الناس تقلق قوي، يعني ما نتعاملش مع هذه المرحله معامله مع الواقع او الوضع الطبيعي. تمام. لان ده مش وضع طبيعي، لان احنا متفقين ان دي مش طبيعي، يعني حاجه غير طبيعيه لا يتحملها. لو بايرن ميونخ هتلاقيه برضو مره بيلعب كويس مره بيلعب وحش، بس انا وجهه نظري انه الاهلي هيعديها، هيعدي هذه المرحله. ونخلي بالنا برضو من نقطه الناس اللي هي بتصيح كتير وبتاع، انه الاهلي مش بينافس على الهبوط، يعني الاهلي حتى وهو في هذه الظروف الصعبه هو منافس الاول على اللقب اللي هو واخده اصلا. وبالتالي انا بس ليا ملاحظه واحده، هي وجهه نظر شخصيه جدا بتاعت واحد مشاهد عادي. اللعيبه ده وجهه نظر، لا بقول انا بتاع كوره ولا فنان ولا حاجه خالص، انا بقول وجهه نظر مشاهد يعني في كذا مباراه، انه في الشوط الثاني بيلجا مستر موسيماني الى اشراك القوى الاساسيه بتاعته. تمام. أفشى بس حتى يعني انا اقصد اللعيبه اللي هو الاساسيين. انا وجهه نظري انه بيكون الوقت أزف. عدى. يعني بتبقى المباراه دخلت في مرحله اللي هي فيها اعصاب اكتر، والفريق الاخر اللي انت بتلعب ضده غالبا بيلعب على هذه النقطه. فانا بقول طالما لاعب مقيد في القايمه هيلعب احتياطي او اساسي، ابدا قوي، ابدا بالقوه الاساسيه بتاعتي، لانه لازم انت تلعب على انك تنهي المباريات في الشوط الاول. في الشوط الاول يعني التكتيك او الطريقه دي. الهدف نفسه التارجت بتاعك لابد يكون عشان ما يطمعش فيك. انا بقولها لك بالبلدي خالص، يعني ما فيش كره خالص. والله يعني زي ما حصل مثلا في ماتش انبي بالظبط. انت خلص الاول وعندك الفرصه انك خمس تغييرات هتريح اللعيبه الاساسيين. بقول لحضرتك دي وجهه نظري هي قد تكون خاطئه جدا في رد. طيب. جمال على دي في رد بس على دي فنيا يعني. طب يا ريت يعني مثلا نكملها بقى. نكملها بقى. الماتش اللي فات مثلا هو رايح قفشه، لان قفشه عامل مجهود كبير جدا المباراه اللي قبلها، بس لعيبه هو على فكره مش معاده على الخط عشان ينزله. هو كان يتمنى انه ما يلعبش، ان الماتش يمشي كويس بالظبط، هو مش هينزله عشان يريحه، لانه برضه خلي بالك استاذ جمال هو حاطط في دماغه برضه المباراة افريقيا طبعا يعني. وبعدين ان احنا كمان احنا بنتكلم ان احنا قربنا. بص انا مع حضرتك 100%، بس طالما انا هضطر ان هو يلعب جزء من الوقت، هي دي وجهه نظري طبعًا. الشخصيه يعني طالما انا مضطر ان هو يلعب جزء من الوقت، يلعب الجزء ده في البدايه الى ان يحقق التارجت اللي هو عايزه، بعد كده اتفضل ريح. وخصوصا كلامك كمان يعني بتفق معاه في جزئيه ان ايه، ان المخزون البدني مع الاجهاد ده مش هيسعفك الشوط الثاني بالظبط. حتى لو نزلت القوه الضربه بتاعتك، ما هو بقيه الفرقه ما هي بتلعب في الملعب بالظبط استهلكت، لان مفيش حد مفيش واحد هو اللي هيقدر يعمل كل حاجه. انما برضو يعني معلش يا استاذ محمد، يعني هي رغم كل ده السيناريو ده متوقع انه هيحصل لك ضربات، يعني الفرق اللي بتنافسك ده المنطقي. الفرق اللي بتنافسك بتعاني برضو، وتلاقيها الاداء مش هو اللعيبه مش في لأنها المستوى، لانها تيجي تلعب مباراه بعد 15 يوم راحه. لكن في النهايه انت كمان يعني مفروض عليك على طول ان انت تلعب كده. لا ده احنا كده لغايه شهر 9 يعني، خلي بالك بقى مش احنا مكملين كده لغايه شهر 9 السنه اللي فاتت واللي قبل اللي فاتت، وخاصه ان احنا كل سنه بنقول الموسم بس ده استثنائي يعني. لا يعني بس يعني نعدي الموسم ده، نعدي ده بس، نعدي ده وهنظبط اللي جاي، والسنه الجايه نظبط. انا عايز اقول بس حاجه يا جماعه، وهي رساله بوجهها طبعا لجمهور النادي الاهلي. يعني بعض الجماهير عشان ما عممش يعني يخفوا شويه على موسيماني بالظبط. الراجل يا جماعه زي ما الاستاذ جمال كنا بنتكلم بيلعب في ظروف صعبه جدا مش في ظروف عاديه. وبعدين لو احنا هنقيم الراجل بالنتائج يا جماعه، في احسن من كده نتائج خلال الفتره اللي مسك فيها بالظبط. في ارقام بتتكلم، في احسن من كده نتائج في ظل اللي لسه احنا بظروف اللي بيلعب فيها كل يومين
اصابات كثيره جدا في النادي الاهلي، كورونا معطله القصه كلها، الضغط ده كله، وماشي في بطولتين الحمد لله، ماشي في افريقيا وعدى دوري المجموعات، ولو المؤجلات اللي فاضله هيبقى برضه هيتصدر البطوله الثانيه في الوقت ان في الناس كانت بتلعب معاك في افريقيا وخرجت. وبرضه يعني انت فاهم ازاي هو في حتى في لما اي مشاهد اي متابع اي حد من الجمهور يتابع تشكيل الاهلي في المباريات الاخيره هتلاقي انت عندك غيابات اضطراريه كتيره جدا. بالظبط كده. فانت بتضطر يعني خط الظهر مثلا ما هو بيتغير، كان محمد هاني وبدر بنون وياسر ابراهيم ومثلا علي معلول اتغير تماما، انت بتشوف النهارده لعيبه تانية خالص، رباعي الدفاع غير انا بقول لحضرتك ده غير كل الفريق بيتغير. يعني فلابد برضو ان فعلا ندي الراجل العذر انه يعني زي ما بيقولوا اللي ايده في الميه. بالظبط. ولذلك انا ما بقول وجهه نظر، انا بقولها طبعا وانا بره. ما يجيش واحد بقى، ما يجيش واحد يا امير يقول لك ايه يا عم ده الف به تثبيت تشكيل. لا يا عم ما تتكلمش كده شعارات على الفاضي. واحد يثبته ازاي يعني يثبت الراجل بيلعب بيلعب يعني النهارده الراجل بيلعب بتلاقيه اتصاب في اخر الماتش بتدور على واحد تاني. انت بتجيب الراجل الثالث في المركز وبتلعبه احيانا ما بتلاقيهوش. ما تشوف سعد سمير لسه راجع واصابه، تعرض لاصابه تاني، جددت اصابته بلاش يا استاذ جمال. الراجل الباك ليفت علي معلول مثلا وايمن اشرف ومحمود وحيد وبيلعب واحد من يعني من الاشبال. وعلى فكره الولد ده في الاشبال انا متابعه ما بيلعبش باك ليفت اصلا، بيلعب ديفندر نص ملعب. فكون انه يلعب تحت ضغط في الظروف دي ده هايل ما شاء الله عليه. يعني بيلعب بالبدائل المتاحه. طب قول لي المدرب يعمل ايه بقى؟ لا ما هو بيلعب بصاحب البدائل المتاحه. قبل ما تنتقل يا امير لجزئيه ثانيه عشان ننتقل لموضوع ثاني، هطرح السؤال عليكم انتوا، هضربكم طبعا استاذ كابتن حشيش والاستاذ جمال الزهيري، هي المعادله الصعبه دي يعني جت بسبب ايه؟ يعني انا من خلال رأيتي مثلا او قراءتي لشروط المسابقه، كابتن حشيش حضرتك في منطقه القاهره وعارف شروط المسابقه، الاتحاد الكوره كان حاطط رولز في البدايه، قال لك لو انا العب مباراه افريقيه داخل مصر ما بين المباراه المحليه والافريقيه 4 ايام، تمام، ولو العب مباراه افريقيه خارج مصر ما بين المباراه المحليه والافريقيه عشان الفريق يسافر 5 ايام. ضرب عرض الحائط بكل ده في الشروط وراح فجاه حط لك مواعيد المباريات ما بين المباريات الافريقيه عشان يجبرك انك تطلب تاجيلها عشان تلعبها بدون لاعبي المنتخب الاولمبي دون وجود حوار ومائده حوار ما بين الاتحاد. امر واقع يعني. امر واقع وطريقه أمر انا بصراحه يعني كراجل صحفي او اعلامي رصدتها، ما عجبتنيش الطريقه، ما عجبنيش الاسلوب، وفيما معناها انت بتجبر الانديه على يعني تعامل على اتجاه معين بالاضافه لده انت المفروض كلجنه ثلاثيه اللي برئاسه المهندس احمد مجاهد راجل عضو في اللجنه المنظمه لكاس الامم الافريقيه السوبر في قطر يوم 28 مايو والاجراءات الاحترازيه عشان تدخل الفقاعه الطبيه محتاجه 72 ساعه، تيجي تحط لي اليوم اللي هسافر فيه ماتش عشان لما اطلب تاجيله يبقى انت عملت جميله معايا واجلتهولي وهلعبه بدون لعيبه المنتخب الاولمبي؟ المعادله دي شايفينها ازاي؟ وانا مش شايف ان في دور للاتحاد في مساعده النادي الاهلي افريقيا بصراحه باعتباره الجدول اللي نزل ده. هو يعني المفروض طبعا يعني مجلس اداره النادي الاهلي يتدخل في الموضوع دوت لان الوضع مختلف دلوقتي. النادي الاهلي بيمثل مصر في البطوله الافريقيه زي ما قلنا طبعا. فلازم يبقى في تدخل من يعني لازم في قعده جلسه حوار زي ما بيقولوا. اللي انا بس عايز اقوله ده مش دفاع عن الاتحاد الكوره ولا حاجه، عايز اقول ان هو مزنوق طبعا في الوقت نتيجه للمؤجلات اللي حصلت تمام خلال الفتره الاولانيه وضيق الوقت، وهندخل على موسم جاي ولسه احنا بنتكلم على دور تاني طويل وكبير لسه الدنيا ما خلصتش، فهو معذور في بعض الحاجات ولازم بيبقى في مرونه. الاهم حاجه ان اللي انا بقولها وفي اعتقادي يعني ان هو مفيش، لان انا شفت برضو ناس بتتكلم ان الاتحاد الكوره متحامل على النادي الاهلي او الاتحاد الكوره استاذ جمال يعني قاصد يعمل الكلام ده في النادي الاهلي. لا هي مش مساله قصد، هي ممكن تكون سوء تفكير، سوء يعني ترتيب، سوء تصرف اوضاع يعني. سوء تصرف انما مفيش حد هيقصد ان هو يعني يعادي النادي الاهلي بكيان النادي الاهلي بجمهور النادي الاهلي بتاريخ النادي الاهلي الفريق الوحيد اللي بيوصل البهجه للمصريين كلهم وحاصل على الانتصارات اللي بتسعد المصريين كلهم. فما اعتقدش ان الاتحاد في الظروف دي ان هو يكون بيعادي النادي الاهلي او بيعمل حاجه ضد النادي الاهلي، انما هي ممكن سوء تخطيط. انا معاك بيدفع وده نتيجه برضو يا استاذ جمال لتداخل الفتره اللي فاتت
اتحاد تشال ولجنه خماسيه ولجنه ثلاثيه، ولجنه الثلاثيه دي ما بداتش من اول الموسم، ما حطتش جداول، عايزه تلغي اللي عملته اللجنه الخماسيه. رؤساء لجان في الاتحاد مشيت وجي ناس ثانيه، يعني عارف كل اللخبطه دي حاصله، والبطولات الكتيره والماتشات الكتيره، وهي دي اللي ممكن تكون بس يعني ويمكن برضو اضافه لكلام حضرتك في نقطه اخرى، انه احيانا بحس انه اتحاد الكوره محرج انه يستجيب او يريح النادي الاهلي. هو مش بيريحه مجامله، هو بيريحه لان هو ظروفه، ظروف النادي الاهلي مختلفه دلوقتي عن الفرق الاخرى. المعادله عند اتحاد الكره يحلها، يخفض عدد انديه الدوري في السنه اللي جايه. لا، الفكره ايه اللي انا اقصده ايه يا ابو حميد، انه انت النهارده عارف النادي الاهلي عنده ارتباطات غير افريقيا، كمان عندك السوبر الكذا والسوبر الكذا طبعا. الحاجات دي كلها انت لا عايز تعملها، يبقى لما انت تكون عايز تعملها لازم تساعد النادي المرتبط بارتباطات اكتر. صحيح. في ان انت ما لا 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 تضع في اعتبارك انك هتتهم بالمجامله، خاصه ان هو مفيش حد بيمر بنفس الظروف. كمان نقطه تاني مهمه، المهندس احمد مجاهد يمكن رد على موضوع بعد 30/9 دي، انا شبه اقتنعت بيها ان هو في ماتشات للمنتخب مهمه جدا، دي مهمه قوي ارتباطات المنتخب يا جماعه. طبعًا ماشي. هو ما بصش نادي اهلي بس، وهو فتح الباب برضو، يعني الحق يقال هو فتح الباب، لانه لو النادي الاهلي استغنى عن لعيبه المنتخب الاولمبي في بعض المباريات ممكن تتلعب اثناء الاولمبياد كمان. تمام. وعندك بطوله العرب اللي جايه دي كمان، واعتقد النادي الاهلي كمان تقدم او سيتقدم بطلب لتأجيل مباراتين لعمل بس نوع من التريح شوية، يعني صحيح. ما تبقاش العملية بالقسوة دي يعني. صحيح. طيب في جزئية مهمة جدا عايزين نتكلم فيها، هي بتتعلق بمروان محسن أو بالتحديد الحاج محسن والد مروان. والنهاردة كان ليه بعض التصريحات الإذاعية واللي اتكلم فيها عن مروان، بما أنه هو الأب يعني، وبيبقى دايما الأب احنا عارفين بيبقى دايما حريص على ابنه أن هو يظهر ويلعب ويبقى مؤثر مع الفريق، وبالتحديد لما يكون لاعب متواجد داخل النادي الاهلي. لكن هو انتقد بشكل او باخر محمد شريف. شفنا بعد كده مروان نزل تويته او اتنين وهنعرضهم لحضراتكم دلوقتي، وبيتكلم فيها زي ما حضراتكم شايفين كده، قال لم يكن لدي اي فكره عن ما قاله والدي وفوجئت به اليوم. محمد شريف من افضل المهاجمين في مصر حاليا وشهادتي فيه مجروحه، انا بعتذر له وبعتذر لكل زمايلي عن اي كلمه بتصدر من والدي. وانا عجبني جدا في مروان ان هو سريعا بعد ما التصريحات دي ظهرت راح كاتب التويته دي عشان يبين قد ايه العلاقه مميزه جدا ما بين لاعبي النادي الاهلي. وبالمناسبه محمد شريف كمان رد عليه بستوري على انستجرام بصوره ليه مع مروان او تعليق يعني، وقال اخويا يعني وبيشكره، وده كان شيء مهم جدا. ابن البلد تقريبا اخويا او زي ما حضراتكم شايفين كده. فده كان امر مهم جدا ان الموضوع يخلص بشكل سريع. بس احنا عايزين نقول لمروان حاجه، يا مروان بعد اذنك يعني في ودن كده الحاج محسن قول له ايه، بلاش التصريحات خالص وخلي الفرقه مركزه، وخصوصا ان دايما دايما اللعيبه كلها بيبقى علاقاتها ببعض كويسه وقلبهم على قلب بعض دايما. اقول يعني على الجزئيه دي، هي رد مروان لغى خالص طبعا الحته اللي قبلها. وبعدين بالمناسبه مروان لازم لعيب محترم ومؤدب جدا ووالده كمان. انا عايز اقول لك حاجه، بص عايز اقول لك حاجه، اي حد في الدنيا عنده ابنه اغلى طبعًا حاجه طبعا طبعا. وابنه كان بيلعب وكان متالق وكان وكان وكان، وان شاء الله هيلعب وهيتالق تاني كده، فهو ما نعتبش عليه في حاجه. صح يعني. صح. انت فاهم ازاي؟ لانه خلي بالك برضو لما يكون دي حاجه صادره من واحد في الوسط، سواء مدرب او كذا او كذا، كنت ممكن يعني تعتب عليه، انما ده راجل بيتكلم عن اب واللي حاكمه العواطف بتاعته طبعًا. بيتكلم عن ابنه، كل واحد فاكر ان ابنه احسن لعيب في الدنيا. اكيد تمام. هو طبيعي هو لعيب مميز طبعا، بس هو رد مروان جه في وقته اكيد، هو وقت زي ما بيقولوا وقد الفتنه طبعا. طيب. يعني جاءت فقره السحور. انا شامم انا حسيت ان انتوا خلاص مش قادرين بقى. لا لا خالص لسه مركزين معانا. شيف محمد ايه الاخبار؟
احنا جايين لك دلوقتي. انا في انتظار حضرتك. جاهزين ان شاء الله؟ في انتظار حضرتك كابتن محمد حشيش استاذ جمال. اكيد في الانتظار حضرتك. طيب نطلع لفاصل وبعد لحظات ودقائق قليله نروح بسرعه للشريف محمد ونشوف بقى الصخور النهارده. يمكن الريحه عايز اقول لكم عامله جو في الصخور غير طبيعي. مش التلفزيون بيطلع برده الريحه دي؟ هنشوف. تقنيه. نخرج لفاصل وبعد الفاصل مكملين مع حضراتكم السهره الجميله سهره برنامج الاهلي في رمضان. احب اهنئ النادي الاهلي متمثلا فيه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره وجميع اعضاء مجلس الاداره والجمعيه العموميه والجماهير عامه طبعا. يعني طبعا حدث تاريخي الحمد لله ان احنا بنشهده النهارده، وان شاء الله هيبقى فيه احنا دورنا كشركه استادات كدوله كشركه وطنيه ان شاء الله هيكون لينا دور كبير في الحدث ده. واحب طبعا اهنئ الدوله المصريه على المجهود العظيم بصراحه اللي بتتحرك فيه في ملف الرياضه. طبعا بشكر فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا وجميع الوزراء اللي ماسكين الملف ده، وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هنشوف يعني دور اكتر واكتر للشركات الوطنيه لتنفيذ الخطه دي. اخد منك كلمه سريعه ومش هعطلك سبي، لكن بتشوف دور مجلس الاداره ازاي الفتره اللي فاتت في ظل ازمات عديده، لازمه كورونا ويمكن ما كانش في موارد وازمات عديده، لكن الكل بيشتغل في كل اتجاه. اللحظه دي كبيره جدا، وطبعا شكرنا كان للدوله لان لولا الموافقات ولولا الامور دي ما كناش هنشوف الحلم النهارده. طبعا المجهود واضح جدا جدا، هو النادي الاهلي كمنظومه بتمثل يعني احد منظومات الدوله المصريه وهي ماشيه بنفس الاستراتيجيه وبنفس الخطى السريعه جدا، فالحمد لله قدروا ان هم يعدوا كل العقبات اللي كانت موجوده الفتره اللي فاتت، ويعني وكمان الانديه الاخرى، وده اللي هنشوفه برده ان شاء الله الفتره الجايه، لان احنا هدفنا النهوض بالرياضه المصريه عامه. فاتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله، والف مبروك للنادي الاهلي. طيب دي كانت تصريحات المهندس سيف الوزيري رئيس شركة استادات الوطنية، وأكيد تصريحات كانت مهمة بخصوص حدث اليوم وهو وضع حجر أساس استاد النادي الأهلي الجديد. احنا دلوقتي في فقرة السحور، وطبعا لسه منورنا ومشرفنا الكابتن محمد حشيش واستاذ جمال الزهيري مع الشيف محمد عبد الباقي خطاب وزميلي محمد سعيد وحسن كمان. فاحنا أكيد الناس سمع بقى، قول لنا الأول يا شيف كده إيه الأنواع اللي عملها لنا النهارده في السحور؟ النهارده في ده اومليت. كنت عايز اقلب انا اللي بعملها. اما هسيب لك واحد. في عندنا مجدره. عندنا جبنه بالطماطم، عندنا بطاطس بوريه بالكزبره والثوم، سلطه بلدي، فروت سلط، عندنا زبادي بالخلاط مضروب بالنعناع، عندنا فروت سلط فراوله. لا ده عالي قوي النهارده. فول طبعا، ده غير الفول والطعميه. فول اسكندراني يا شيف محمد. غير الفول والطعميه. الله، ايه هتدوق يا محمد ولا ايه؟ ده لا نحط بقى يلا بقى نجهز. طيب خلينا نسال طبعا الكابتن محمد حشيش، ايه الانواع اللي انت بتفضلها اصلا في السحور؟ بص انا يمكن قلت الكلام ده قبل كده، انا الاكل ده اخر حاجه بالنسبه لي. الله، سواء غدا سواء فطار سواء سحور. يعني السحور مثلا ممكن زبادي وخلاص، بس كده على الفطار شوربه وما يعني الكلام ده ما ينفعناش خالص. فانا الفقره دي فعلا يعني ماليش فيها قوي يعني. طب نشوف. انا معاكم جدا، خصوصا الطبق اللي فيه محمد سعيد ده مستر جايزوري طبعا. والطعميه بقى انا ركز معايا شويه. دول بقى انا فيهم معاكم. واعتقد انتم متفقين برضه. طبعا. امال ايه؟ لا يعني بالاضافه للحاجات الجميله دي اهو. 5 دقايق قول. 5 دقايق. طيب خلينا طب استاذ جمال نتكلم بالتحديد على الذكريات الرمضانيه والاجواء الرمضانيه بالتحديد في ما يتعلق بمباريات كره القدم، واكثر تحديدا بخصوص مباريات النادي الاهلي. ايه المباراه اللي انت ما تنساهاش للاهلي في رمضان؟ والله بص انا يعني بص مباريات النادي الاهلي غالبا المباريات دي بتكون مباريات، اولا ما فيش مباراه للنادي الاهلي مش مهمه. طبعا افتكر لي انت كده. لا والله والله حتى الوديه، حتى المباريات الوديه بيبقى التركيز من الجمهور ومننا كاعلام وصحافه يعني في وقت بقى الصحافه اللي كانت شديده قوي يعني كان هي اللي موجوده، فكنا ممكن جدا بنفطر في الجورنان يعني عايشين حياتنا يعني وبنتابع اول باول طبعا، سواء من خلال وتواجدنا في الجريده او من خلال ان احنا بنروح نغطي الماتشات وكده. ف يعني مش مباراه محدده بصراحه، لكن
عموما وانت هتعلم ده ومحمد يعلم ده كويس، ان مباريات الاهلي في التوزيع في الصحافه المصريه كانت الناس كلها بتنتظر النتيجه وبتتابعها يعني، فكان بالنسبه لنا اولويه رقم واحد يعني. كابتن حشيش، تتذكر مباراه لعبتها في رمضان في عز الصيام؟ ده كان مباراه ما انساهاش ابدا، وكانت يعني كمان خارج مصر افريقيا في بطوله افريقيا، وكنا مع كابتن جوهري، وكنا بنلعب فرقه اسمها هايلاندرز من سوازيلاند. طبعا مش عايز اقول لك الجو في افريقيا يعني العادي، مفيش يعني بلد هتبقى متميزه ابدا، كله الجو صعب جدا وصيام، والكابتن جوهري كان عايزنا نفطر، كان عايز ان انتوا تفطروا، عايز ان احنا نفطر، لان ما هو هي رخصه كده مش عايز يراهن على ان لا صوموا، مباراه هامه ومع فرقه مش قويه قوي، بس يعني برضو ما تضمنش الظروف ايه. ففعلا يعني في بعض اللعيبه فطرت والغالبيه كانت صايمه، ادينا مباراه يعني غير عاديه، وكسبنا في المباراه دي. شوف بقى في سوازيلاند 5-0. انا فاكر الماتش ده، المباراه دي عندي شريط بتاعها، هدي ان شاء الله للقناه قريب يعني. لا ان شاء الله كابتن حشيش عنده حاجات قد كده، خلي بالك ده تاريخ، بس مش عايزين يدفعوا. انت عارضها للبيع. ايوه بالظبط، اعرض المباراه للبيع، اعرض المباراه لاعلى سعر. و5 فتره كده، بعض بعض اللعيبه فطروا، بس الغالبيه كان احياء صايمين طبعا، على راس اللي كان صايمين طبعا الشيخ ربيع. طبعا ملوش حل يعني، كان الكابتن جوهري بيتكلم في حته ثانيه، هو مصمم يعني. طيب اخيرا واحنا بنختم معاكم، عايزين رساله من استاذ جمال ومن كابتن حشيش لجمهور النادي الاهلي اللي دايما بيبقى حابب جدا فرقته ان هي تشوفها في احسن شكل وبالنتائج المطلوبه، وفي ظل الفتره الحاليه اللي بيمر بيها الفريق سواء من حيث الاصابات، ضغط المباريات، ظروف كتير جدا متعرض ليها، ايه الكلمه اللي تبتدي تقولها؟ انا يعني بمنتهى الشفافيه بقول لجمهور النادي الاهلي ما تقلقوش على فرقتكم. النادي الاهلي حتى لو تعثر في مباراه قريب، ما كانت سموحه ولا كان مباراه سموحه، خسرنا ومباشره استعاد الفريق، كسبنا ماتشين ورا بعض انبي ومصر، نشاطه مره اخرى وكسب ماتشين بشكل كويس، والنادي الاهلي في طريقه الى قمه الدوري. فانا بشوف انه ان شاء الله مفيش قلق على باذن الله. كابتن حشيش، بطمن طبعا الجمهور وبقول له ما تقلقش، مزيد من الدعم ان شاء الله للعيبه، ومزيد من الدعم للجهاز الفني، عندهم مباريات صعبة جاية، الدوري لسه طويل جدا جدا، عايز نفس طويل. ظروف النادي الأهلي أو موقفه دلوقتي إن المؤجلات إن شاء الله بإذن الله يتصدر، والنادي الأهلي زي ما أنتم عارفين لما بيتصدر بيكمل. لا يتنازل. بطولة إفريقيا مهمة عشان إن شاء الله تبقى العشرة السنة دي، زي ما بقول الدور اللي جاي ده أنا بعتبره نهائي مبكر، إن شاء الله الأهلي يتخطاه ويوصل للنهائي وياخد البطولة بإذن الله. كابتن محمد حشيش، إحنا بنشكرك، نورتنا وشرفتنا، وهنتسحر مع بعض بإذن الله. إن شاء الله طيب. إن شاء الله. أستاذ جمال الزهري، نورتنا وشرفتنا وسعداء بالحلقة معاكم بالتأكيد. زميلي أمير هشام، أنا بشكرك بالتأكيد. طيبين دايما يا رب، رمضان كريم. الحلقة كانت مهمة جدا يا جماعة، اتكلمنا في تفاصيل مهمة، ويمكن من حسن حظنا النهاردة وضع حجر الاساس لاستاد النادي الاهلي والحديث عن هذا الحلم. حظنا كل حلقه يا محمد، خلي بالك. الحمد لله كل يوم سبت. وعايز اقول لكم السبت الجاي ان شاء الله باذن الله ممكن برضه نحضر حاجه تبقى مفاجاه قبل مباراه الزمالك ومباراه صن داونز، خاصه انها هتكون الحلقه الاخيره بالنسبه لنا بالتاكيد في الاهلي في رمضان، لان كل يوم بالتاكيد معاكم زمايلنا في كل يوم وحلقات مختلفه في الاهلي في رمضان وسهره رمضانيه. بنشكركم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي على خير في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي في رمضان. شكرا لحضراتكم، وروحوا تسحروا والى اللقاء. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.